اتفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بيشرفنا قيمه وقامه كبيره في العمل الانساني، دكتور هاني البنا، مؤسس الاغاثه الاسلاميه. طبعا يعني هو كتر خيره النهارده بيتفضل علينا من وقته. الدكتور غني عن التعريف، 40 سنه في مجال العمل الانساني. الاغاثه الاسلاميه نفسها غنيه عن التعريف، مؤسسه بتعمل في اكتر من 40 دوله حول العالم. فافتكر دي فرصه مناسبه جدا ان احنا بان كلنا الحمد لله مهتمين بالعمل الانساني والعمل الخيري والعمل المجتمعي، وده بيمس رساله الفريق نفسها. فافتكر دي هتكون فرصه عظيمه جدا ليها ان احنا نستفيد من الدكتور. فما طولش عليكم اكتر من كده، نترك ليه بقى المجال يتفضل. مشكورا يعني. شكرا شكرا، جزاكم الله خير. طبعا انا سعيد جدا، وفي نفس الوقت سعادتي ان انا بقرا انكم محظوظين عن الجيل بتاعنا، ان انا في سنكم ما كنتش بعمل اللي انتوا بتعملوه، كنت اقل من اي شاب عادي اتولد في مصر في الوقت ده، وكنت بقى حطع اسمه كده طالب في كلية الطب، لم اكن عندي اي درجة من الالتزام اللي انا شايفها في وشوشكم دي. فانا بأحسدكم او اغبطكم على اللي انتوا فيه. الحمد لله ان انتوا عملتوا مجموعة، والمجموعة دي بقى لها 3 أو 4 أو 5 سنين. المجموعة دي بتنتج في ظروف صعبة، وعندها رؤية وعندها رسالة وعندها مهمة وعندها أهداف، وبتجمع شباب من خلفيات مختلفة ومن تخصصات مختلفة. فده أول تهنئة ليا أن أنا ألتقي بشباب هم عايزين يعملوا شيء، وانتوا عملتوا بفضل الله سبحانه وتعالى. ده أول حاجة. فأنا مبسوط جدا وسعيد جدا أن أنا قاعد في وسطكم علشان اسمع منكم تجاربكم الناجحه وحتى تجاربكم الفاشله، لان كلنا عندنا تجارب فاشله وعندنا تجارب ناجحه. مفيش ابدا حد في الدنيا ما فشلش، لكن الفشل مننا يحاول الفشل لنجاح، ويتعلم من الاخفاقات اللي حصلت عندنا علشان ينجح بعد كده. دي نمره واحد. نمره اتنين، مش عايزينكم تخطئوا الاخطاء اللي احنا اخطأناها من 30-40 سنة. فلذلك لابد يكونوا انتوا على تواصل مع بعض الناس تستشيريهم في العمل بتاعك، سواء كان في الهندسة او في الطب او في النفسية او في الاعلام او في البيزنس او الى اخره. ما خاب من استشار وما خاب من استخار. دي نمرة اتنين. نمرة ثلاثة، ان انتوا عليكم وانتوا دلوقتي يعني الناحية التكنيكية عندكم اعلى بكتير جدا مننا احنا، انكم تسجلوا تأرشفوا تبوبوا. احنا كنا العلم في الراس، تعلمنا كده واحنا صغيرين العلم في الراس مش في الكراس. ده مقولة غلط، العلم في الكراس عشان يبقى. الراس ممكن يحصل لها حاجة يضيع بيها العلم. دي نمرة اربعة. النقطة اللي أنا عايز أتكلم معاكم فيها هي إيه إمكانيات كل واحد فينا. لابد إحنا نكتشف إمكانياتنا علشان نحقق بالإمكانيات دي الأحلام بتاعتنا والأمال بتاعتنا اللي هنتكلم عنها. لو أنا عشت مش عارف إيه إمكانياتي، مش ممكن أحقق أحلامي. فده السؤال هيسأل عليكم كلكم. العمل، اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تعالى على جنبي هنا، خليه يجيب كرسي هنا الناحية التانية. فلابد يا شباب ان احنا نعرف امكانياتنا ايه، نعرف قدراتنا ايه، لان ما ينفعش اكون انا عايش في وطن من اغنى الاوطان وانا شحات. وانا بتكلم عن اغلب يعني الاوطان اللي الواحد زارها. انا زرت بفضل الله سبحانه وتعالى اكتر من 80 دولة، 81 او 82 بفضل الله سبحانه وتعالى. لسه جاي انا من دولتين، واحد اسمها نيجر والتاني سوري نيجيريا وتشاد، الاثنين غني يعني تشاد بالذات اغنى من الدوله اللي احنا فيها دي. انسى، اغلى من دول كتير جدا في الخليج. عندهم ذهب، عندهم يورانيوم، عندهم كوبالت،
عندهم يا ربي بترول، دخلوا في نادي البترول، عندهم غاز، عندهم مياه، عندهم أرض صالحة للزراعة، عندهم ثروة حيوانية غير عادية، قرابة 300 مليون رأس ما بين البقر والأغنام والماعز والإبل اللي هو الجمال يعني. عندهم أماكن سياحية خرافية خرافية. مساحة أرضهم 1.8 مليون كيلو مربع، مش حارة ولا شارع ولا زنجة على رأي العقيد القذافي رحمة الله عليه يعني. لا، شفت الموضوع فيه ماشي ازاي. لكنهم من أفقر الشعوب. الجهل عدو التنمية، والتغييب عدو التنمية، وعدم وجود الوعي عدو التنمية، وصديق للفساد والإفساد والسرقة وسرقة مقدرات الشعوب اللي هم عايشين تحت حد الفقر. فدي حاجة تعرفوا ان انتوا يعني لو انتوا هتشتغلوا في التوعية اعرفوا انكم هتحاربوا من مين؟ من الفسدة. من مين؟ من السارقين. يعني يقولك وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. الآية بتقول ايه؟ رأيت لا مش لا والعصر إن الإنسان اللي في خسر. خلاص ده قسم من عند ربنا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مجرد أنهم عملوا الصالحات، أوه أنت بتعمل الصالحات وأنا فاسد إزاي؟ طب أنا هطلع يعني شكلي إيه قدام الناس؟ بطل عمل الصالحات. لما كانوا بيقولوا على سيدنا نور كانوا بيقولوا إيه؟ إنهم يعني إيه ناس يتطهرون. بقى التطهر والطهارة والعفة والأخلاق القويمة يعني الله جماعة دي متطهر ده حدنا في دهية ليه دول؟ ما لنا في بناتك من ايه؟ مش عايزينهم بناتك جوزوهم. لا احنا عايزين العيال الحلوة اللي قلنا دول والملائكة الأربعة اللي منهم سيدنا جبريل الأخير دول اللي احنا عايزينهم. انهم ناس ايه يتطهرون، انهم ناس يعني يعبدون الله. لا ما ينفعش عبادة الله. قال انت هتعبد الله؟ طب احنا عندنا اله تاني. كان بيقول على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ايه؟ اجعل الالهه الها واحد؟ طب عندك انت اله واحنا اله، انت يوم واحنا يوم. طالما انت وانت عملتوا الصالحات وتواصيتم بالحق اعرفوا انكم الفسده هيكونوا قدامكم على طول. لأن مفيش مجتمع في الدنيا إلا لما فيه دول عميقة فاسدة تحت الأرض. في منها دول فاسدة عميقة وفي منها دول صالحة عميقة. يعني في مثلا في حكومة من الحكومات عندها مؤسسات دولة وما بتتعاملش مع الجمهور، هي تعتبر دولة عميقة بس مش فاسدة. يعني أنت بتعرفهاش ما بتتعاملش معاها، لكن دي من دول عميقة بتاعت الدولة، يعني بتحافظ على كيان الدولة. لكن في نفس الوقت في الناحية التانية في دول عميقة برضك بس فاسدة، اللي هو الدعارة والسرقة والمخدرات وكذا 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 والإرهاب والتطرف الأخير. دول عميقة فاسدة. تنكمش وتتمدد الدولة العميقة الفاسدة بحجم الحرية اللي في المجتمع. كلما زاد حجم الحريات كلما انكمشت قوة الدولة العميقة الفاسدة، لكن ما بتنتهيش. خدت بالكم؟ فلو انتوا هتقولوا تواصل بالحق وتواصل بالصبر اعرفوا انكم معرضين انكم للامتحانات او للاختبارات او للي هو الابتلاءات. فلذلك يعني الابتلاءات اشد الناس بلاء من هم الانبياء وبعدين الرسل وبعدين الصالحين وبعدين 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 وبعدين، وانتم هتكونوا ايه منهم ان شاء الله طالما انتم اعلنتم الحق واعلنتم اللي هو لابد. اذا اعلنتم الحق يبقى لابد ايه؟ تتواصلوا بالصبر. ما فيش حق من غير صبر. اوعوا تكونوا من حزب الكنبه. عارفين حزب الكنبه؟ البنات اللي مش مصريات عارفين في عندكم بنات قطريات هنا؟ عارف حزب الكنبه؟ اسرحيلها انت ايه حزب الكنبه؟ انت مصريه؟ حد يسرح حزب الكنبه؟ على الكنبه بس في التلفزيون وما بيشاركوش وفي نفس الوقت عايزين التغيير يحصل. اه
جزاك الله خير. لو كل حاجه تحسن بس انا ايه ما ضحيش بحاجه، اقعد يا ولاد في البيت نتفرج ونسقف، ما نبذلش اي مجهود، ما 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 نصرفش اموالنا كذا كذا الى اخر. ده حزب الكنبه اللي هو زي الموجه، زي الرسول صلى الله عليه وسلم ايه تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله على قصعتها. قالوا امن قله نحن يا رسول الله؟ قال لا، كتر، انتوا كتير قوي، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. زي الكريمه، عارفين الكريمه اللي هي مش كريمه، اللي هي الرغاوي اللي على الموجه دي. ولينزعن الله المهابه من قلوب عدوكم وليقذفن الله الوهن في قلوبكم. العرب ما كانوش يعرفوا معنى كلمه وهن. قالوا ما الوهن؟ قالوا حب الدنيا وكراهيه الموت. لو كنتوا انتوا عارفين الحديث ده واللي هو حاصل دلوقتي في الامه العربيه وفي الامه الاسلاميه. ده العمل العام اللي احنا بنتكلم عنه. اتفضل. ده العمل العام اللي احنا بنتكلم عنه، ودي الرساله بتاعتنا. فالعمل اللي انتوا بتقوموا بيه جزاكم الله خير، انا فرحان جدا بيكم جدا جدا. بالعكس انا باخد شحنه دلوقتي عشان امشي بيها. امبارح كنا بنتكلم عن الحب مش كده يا عمر؟ طب ما انا جاي لكم بحب، لقيتهم بيحبوني اكتر من حب، يعني هم حبوني اكتر وانا حبيتهم، فبقينا حبيبه بقى. هم يحبوا وانا احب، ولغايه ما ايه سخنت قوي من كتر السخونه، يعني ما عرفش احب بعد كده. عجب الكلام؟ طب قول حاجه بقى، قول حاجه يا خلاص. ده هيقول لي لسه هفكر. المهم، فاللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ان احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على اننا عندنا عمل مجتمعي هو بيمثل تحديات، لان انت بتحاولي تقومي بجزء من رساله الانبياء الاصلاحيه المجتمعيه. يعني بنتكلم على في انبياء وفي رسل وفي تابعين وفي صحابه، ثم في مصلحين مجتمعيين. انتم المصلحين المجتمعيين، والاصلاح الاجتماعي مش مهم يكون مسلم بس، اي انسان بيحب انه ينقذ مجتمعه سواء كان مسلم او غير مسلم ربنا بيديله جزاءه في الدنيا وفي الاخره. ربنا عمره ما بيحرم غير المسلم من الجزاء بتاعه في الدنيا، الاخره بقى دي عند ربنا سبحانه وتعالى. واضح الامور؟ بقى بنتكلم في المقدمه ان احنا نريد ان نعمل الخير. اسمنا ايه؟ لا انا مش هشرب دلوقتي عشان في حاجات كده بتحصل، وانا مش عايزها تحصل دلوقتي. تضحك يا اخويا؟ ده ايه اللي بيحصل بقى؟ اقول لهم بتضحك على ايه؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ تعال هنا يا حماده. يا مين عايز يقوم يضربه؟ المهم، وده اللي احنا بنتكلم عليه. انتوا ممكن تقولوا والله الراجل ده يشتغل ازاي في الاول؟ مفيش حاجه. لا اتميز عنكم باي شيء على الاطلاق، بل بالعكس انا ما عرفتش قيمه الاسلام الا لما ذهبت لبريطانيا. كنت يا دوبك مش شاوي اللي يا دوبك بيصلوا بالعافيه، وفي وسط الصلاه وبعد الصلاه بيعمل حاجات مش مظبوطه. واخدين بالكم؟ واخد بالك؟ المجتمع بتاع مصر كان كده عادي، نخرج نلعب كوره، نروح سينما، كذا كذا. لما رحت هناك في بعض الناس من الكنائس حبوا ينصروني، وساعتها نصائت ما درتش، كل ما اعمل امتحان اسقط فيه. ما درتش، شفت الخبر، شفت الخيبه. انا احب السقوط، ما نجحتش ولا مره من اول مره، اما بملحق او بسقوط شنيع. يضحك ده ليه؟ ده انا بقول لك الكلام ده عشان تعيط. هو بيسقط زي تسقط زي طب يا سيدي بصره بقى، خدت بالك؟ فساعتها كان الفلوس بتاعتي ايه يعني بدات تقل، وكنت ناقص امتحان في الميديسين، كنت يعني نجحت في امتحان الطب ونقصت كام شهر كده. فقلت اما اروح اتفرج على ايه او اسمع بعض كان في مؤتمر كده على التبشير عن طريق المستشفيات. ففي بنتين، واحده سويسريه واحده المانيه، بصوا لي كده انت من مصر؟ قلت لهم من مصر. قالت لي مش انا قلت لك ان هو من مصر؟ يعني بيرسموا عليا، خدت بالك؟ وانا ما كانش عايز ايه فلوس عشان اكل بيها، يا دوبك عايش كده الحمد لله. بدأوا يتكلموا كذا 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 ويكلموني عن الدين المسيحي وعن سيدنا عيسى وعن كذا وعن كذا. طب ايه المشكلة يعني؟ ما انا بحب عيسى عليه السلام، بحب موسى عليه السلام، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة يعني؟ المهم جابوا لي واحد أردني جه من لندن مخصوص، وقال لي بقى تعالى عشان نصلي مع بعض. قلت له خلاص نصلي مع بعض، عن إذنك خش أتوضى وأجي أصلي.
انا هنصلي بقى، مش هقف قدام حيطه واصلي، خدتين بالكم؟ فبدات احس ان انا ليا قيمه، ان انا ليا ايه، وكنت سني اكبر منكم، يمكن 27 سنه ساعتها، وكنت ناقصت في الامتحان وكذا وكذا، وفعلا يعني ضعيف، ما عنديش الماده خلصت من عندي، وكان لازم انجح. فخبرتك، فانا ما احبش حد يجي في اي عمل يجبر الضعيف على يغير دينه. فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ده اكراه في الدين، دي قاعده اسلاميه انسانيه، مش فقط قاعده اسلاميه. ليه؟ لان ده ضعيف ومستضعف، خلاص خليه، لو حبك هيسلم، ما حبكش خلاص على الاقل ما بقاش عدوك. مش في حاجه اسمها مؤلفه قلوبهم؟ وحتى جزء المؤلفه في قلوبهم ده في الزكاه، لو قابلته الشيخ القرضاوي ربنا يديله الصحه، قال لك حتى الذين لا يرجى اسلامهم لكن يؤمن عدائهم. مش بتديله الفلوس من بند اللي هو المؤلف كله عشان يسلم، لا، على الاقل ما يعادكش. شوف الفكر بيبقى ماشي ازاي. لا، انا لازم اصرف عشان يسلم وابقى بالواحد كده، ما ينفعش. فكذا بدات، فلقيت ان الدين بتاعي قيمته عاليه جدا، ما حسيتش بيها لما حبوا الناس انهم ياخدوني من الدين، وانا ما كنتش متدين زيكم، عادي، شاب عادي جدا جدا جدا، وسقطت في الامتحانات كتيره، وكنت اروح الانترفيو انا لوحدي وما ياخدونيش، اروح تاني برضك نفس الوظيفه ما ياخدونيش. بعدين الراجل الكونسلتنت اللي بشتغل معاه هو المستشار قال لي، بقول لك ايه بقى، روح كلم ربك، في زومبا حصلها لك كده، انت يعني كل مره اكتب لك ريفرنس كويس ربك، وما ياخدوكش ليه؟ قلت له ما اعرفش. قال لي ثلاث مرات اروح نفس الانترفيو في نفس المستشفى واخد الزومبا وارجع. فالراجل المسيحي كان راجل جدع طيب كده يعني، ربنا يديله الصحه لو كان عايش، او كان كبير يعني في السن. ها؟ اتفضل. ففي الاخر لقيت واحد من 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 التانيين مش عايزني. ربنا، فقال لي خلاص غير وروح اشتغل في حته ثانيه، فربنا يعني اكرمني واشتغلت في، مش سبت جلاسجو، واشتغلت في برمنجهام بعد كده. هو يعني دي المقدمه عشان ايه، ما تقولوش ان فلان الفلاني اصل ده عنده مخين وعنده ثمان عيون وعنده اربع رجلين وكذا، لا، فيش. انتوا عندكم امكانيات كتيره جدا اكتر من اللي كانت عندنا لما كنت في سنكم، او كنت اكبر منكم اربع خمس سنين. واضحه؟ يبقى كل واحد فينا يتكلم عن الكلام. انا هقف عن الكلام دلوقتي، وهخلي كل واحد فينا يطلع ما عنده عشان نستفيد منه او منها. لان الامر يا شباب ان مش بس تسمع واحد هيجي يغني لكم او هيقول لكم مواعظ فتقعدوا تعيطوا بقى، لا، ما بخفيش حاجه بتعيط. بتضحكي على ايه انت؟ انا شايفك وانت بتضحكي، بتخططي انت الحاجه هتعمليها. هي سكتت، انا بخاف من المنقبات دول، يقعدوا يضحكوا ما تعرفش هم بيضحكوا ازاي. واخد بالك؟ فالمهم مين يبدا بقى يقول لنا ايه امكانياته وايه احلامه وايه اللي عمله وايه اللي عايز يعمله؟ وكلكم عندكم قصص جميله جميله من الابداع. اهو اسالوا اي سؤال. اسالوا اي سؤال، ما تتكسفوش. يعني لو الواحد مش عايز يحكي عن انجازاته او اخفاقاته يسال. اتفضلي. طيب. ها؟ دكتور عندي سؤال. اتفضل يا ريس. يعني احيانا بعض الناس لما بيشوف العمل الانساني في التلفزيون مثلا او في المنشورات بتلاقي دايما تشوف المنظر اللي مخيلتنا، يعني راجل شايل شنطه كبيره ورايح وجاي، فمن خلال ال 40 سنه اللي انت شفتهم ده راجل اللي هو بيساعد يعني؟ أو امرأة. فإيه بقى اللي أنت شفته؟ يعني الإعلام دايماً ما شفناش مثلاً جايب ست بتتكلم على قيادتها في عمل إنساني وحاجات زي كده. فلو تدينا الجزء الغير مرئي لينا. نعم. المرأة في العمل الإنساني بتقوم بإيه؟ بتعمل بإيه؟ الحاجات دي كلها. هو طبعاً بالنسبة للمرأة في العمل الإنساني إحنا كمسلمين متخلفين. أجيب من الآخر، ما هو مش يعني البنات بسم الله ما شاء الله زي الوردة دول. هنعمل بيهم بعد كده. انهم اتجوزوا وقعدوا في البيت وخلصت حدوته. انا في النقطه دي بالذات احنا لابد نجعل الفقه بتاعنا يسمح للفتاه والمراه انها تعمل هذا العمل في شرع في في في, في حدود الفقه اللي احنا اتعلمناه في الدين الاسلامي. لكن كوني ان انا
ما اشركش المرأة او الفتاة في العمل الانساني، ده يعتبر قمة الجهل وقمة التخلف المجتمعي وقمة الاقصاء لنصف المجتمع على الاقل، لما يكون اكتر او اقل، يعني نتكلم عن 40-50% اللي انتم بتمثلوهم. فده طبعا ليه؟ لان احنا تجمد الفقه عندنا في سافر انت وجوزك. طب انا مش متجوزة او واحدة مطلقة او واحدة كبيرة في السن، هنعمل ايه؟ فلابد انت تجد الحل المجتمعي اللي لما انت بتسبقات دلوقتي اصبحنا بنخلي البلد يسافر الطيارة لوحدهم، صح؟ لانهم عايشين في وسط في الطيارة في مثلا 100 واحد او 200 واحد، فده مجتمع لو حصل اي شيء غلط والعياذ بالله بيكون في ناس معاها في الطيارة، اللي هو المضيفين او الاهالي اللي موجودين او في الاوتوبيس او في المركب. فبالتالي انا كفقيه وكشيخ اوفر لك المناخ اللي يسمح لك بانك تسافري. مش اقول لك ما تسافريش ليه؟ انا اديك قصة حصلت لنا في 2005 او 2006، كنا في حتة اسمها مانديرا شمال كينيا عند اللي هم اللاجئين الصوماليين، كلنا رجالة بسم الله ما شاء الله، لحيتنا زيك انت واكبر وزيك انت واكبر وزيك انت واكبر، وكانت الارض حمراء فالتراب احمر، وكانت العربيات ما كانش فيها تكييف، كنا فتحين الشبابيك وزيك انت واكبر، بس كان شعرنا شوية صغير عنا، واخد بالك؟ فاحنا نازلين نسينا ان اللحى السودة بتاعتنا اصبحت حمراء على السودة، فبقينا عاملين زي ايه؟ زي الشياطين الحمر. فاول ما النساء شافونا اتخضوا، والمصيبه مش النساء بس، الاطفال بداوا يبكوا ويصرخوا، يعني احنا مش شايفين وشوشنا. مشينا مثلا ساعتين او ثلاث ساعات بالعربيه في عز الحر وكذا 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 وكذا، ولا طفل قرب مننا، والنسوان كانوا جايين بعيد عننا، يعني يعني كان في حاجز. 2007 سافرنا كمان ثلاث بنات، واحده مسيحيه واثنين مسلمات، كميه الالفه والود والتعاطف ما بين النساء والاطفال والثلاث بنات اللي كانوا معانا كانوا غير عاديه، احنا ما قدرناش نقوم بيها. فشلنا في 2005 ونجحنا في 2007. فبالتالي انت ليك دور. انا لما هخش على امراه مش هكلمها على حاجات انت هتقدر تكلمي فيها. انا لما هخش على امراه وهي ارمله او لاجئه او نازحه، انا رجل والشيطان بيوزني، ممكن ابص في حته معينه اشوف فيها كذا اشوف فيها كذا بقى نغريها. وكتير جدا حصل فساد من عمال الاغاثه مع البنات دول، انا عايز اوقف دي، فلازم انت تروحي. انا هخش على امراه او بنت اكشف عليها كطبيب، غير لما انت تخش تكشف عليها كطبيبه، سواء كان في امراض النساء والولادة او في اي شيء تاني، وانت ليك دور كبير جدا. فانا مش عايز شيخ يجي يقول لي لا ما تشرحش عشان لازم تكون متجوزه. طب انا اوفر لها، قول لي ايه المناخ اللي انت عايزه عشان اوفره للفتاه او المراه او الارمله. ليه؟ لان انا بلاقي البنات اللي غير مسلمات، طبعا هم عندهم حدود مختلفه عن حدودنا، قاعدين بالسنين في الادغال وليهم رساله واحنا ما لناش رساله، ليهم رؤيه واحنا ما لناش رؤيه. وانا حتى لما بنروح يا شباب كرجاله، انا اعرف واحد كان راح ومراته مدرس قعد في بلد من بلاد في افريقيا، قال لي القصه دي في الطيب سنه، كان كل سنه الدفعه بتاعت المدرسه كل واحد فيهم يزرع شجره، يعني مثلا دفعه سنه 95 كلهم زفعوا، يعني التغير المناخي ده بداوهم امتى؟ يمكن من 30 سنه. جه بعد ما اتخرجوا وكلهم اتخرجوا من الجامعه، مش من الجامعات بقى الى اخره، بعد 20-30 سنة دعوه مرة تانية، وكل واحد فيهم راح الغابة اللي هم عملوها من 30 سنة عشان يشوف الشجرة اللي هو زرعها. كان رايح هو ومراته، مش رايح هو لوحده، كان مراته ليها دور وهو كان ليه دور. فده دور انت بتقومي بيه يا بنتي. انت لما هتروحي مثلا مع جوزك ولا مع اخوك ولا لوحدك، ايه دورك مع المجتمع اللي هتروحي فيه ده؟ هو الدور فقط ان انا اعلمهم الدين؟ طيب خلاص علمناهم الدين، الناس عايزة تاكل. من بات امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوته يوميه، الامن من امن من الامان، صح؟ السرب اللي هو الايه؟ البيت اللي هم بيقعدوا فيه. معافا في بدنه ان هي الصحه، عنده قوته يوميه. دول ثلاث حاجات الاساسيات اللي ربنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليهم، قال لك الموئل
وقال لك الصحة وقال لك القوة اليوم ها والأمن. أنا بوفر لهم إيه دول؟ طب أنا بروح أقول لهم أعمل لكم مسجد، طب وبعدين خلاص جزاكم الله خير، وبعد المسجد هنعمل إيه؟ المسجد ده خطوة من 50 خطوة أو 100 خطوة في المجتمع. وبعدين إن جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ممكن نعيش من غير مسجد، ممكن نعمل مسجد من الحصير، إيه المشكلة فيها؟ أنا لازم أعمل مسجد ده لما موجود في قطر، أو لما موجود في السعودية، أو لما موجود في الإمارات، أو لما موجود في مصر، لا، إيه المشكلة؟ لغاية ما المجتمع يستطيع أنه يقف على رجله ويكسب العيش بتاعه ويحبني أنا كمسؤول جيت عشان أساعده فيتبع المنهج بتاعي. خلاص ده السؤال بالنسبة لك يا أخ، هل أجبت على السؤال؟ ما طيب مين بقى عندك يسأل سؤال تاني؟ يلا شباب تفضل، اديله الميكروفون عشان يطلع في السينما. شايف السينما شايف السؤال دلوقتي غير المسلمين ربما اللي بيدفعهم للعمل الإنساني الإنسانية إنسانيتهم، أما بالنسبة للمسلمين مش بس الإنسانية، هو دينهم بيدفعهم للعمل الإنساني، فأنا مش متخيل مساهمة المسلمين في العمل الإنساني. يعني بحاجة عندك خبرة في الدول المختلفة، فإحنا ممكن نقول مثلا هم بيمثلوا نسبة قد إيه، أو هل نشيطين مش نشيطين، وإيه المجالات اللي إحنا ممكن يعني نعمل فيها. طبعا غير المسلمين انسانيه ودين كمان، انسانيه فقط. يعني في مؤسسات مسيحيه بتحاول انها تغير عقيده الناس، معروف جدا من ارساليات اللي كانت بتروح الصين. كان في فيلم اسمه Charity of Fire اللي هم ابطال اللي هم الميداليات الذهبيه في قبل الحرب العالميه الثانيه. واحد فيهم كان مسيحي رفض انه يجري يوم الحد، وكان هو اللي هيكسب الايه السباق. اتحايل عليه الامير البريطاني رفض، قال لا اجري يوم الحد مش همشي. وخلاص بريطانيا ما كسبتش الميداليه الذهبيه، فاضطر انه يجري في سباق اخر في يوم تاني غير يوم الحد. ده في عقيده وفي اصرار على الكسب، ونجح وخد الايه الميداليه الذهبيه في سباق غير السباق اللي كان المفروض هيجري فيه، وراح بعد كده الصين علشان ينشر المسيحيه في الصين. ففي ناحية دينية وفي ناحية إنسانية مجتمعية. إيه اللي يخليك أنت ما تعملش كده؟ إيه اللي ما يخليكش تعمل كده؟ الفرق بيننا وبينهم إن هم الأجيال توارثت مسيرة كل منها علم الجيل اللي بعده. إحنا ما زلنا حديث العهد بهذا الأمر، من هو جزء من الدين بتاعنا في الزكوات والصدقات وكل الاحاديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان معنا، ومن اول حديث من اول واقعه للسيده خديجه رضي الله عنها من قالت والله ان الله لن يخزيك ابدا، بتكلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فانك تقري الضيف وتعين المحتاج وتحمل الكل وتساعد على مضرب الظهر وتصل الرحم الى اخره. شوف ده الكلام كان امتى، من واحده عايشه في وسط الصحراء في مكه لنبي. انت بتعمل الحاجات دي يا محمد، الحاجات دي اللي بيعملها محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة احنا ليه بنعملهاش؟ احنا ليه بنعمل، احنا خدنا بس من الدين ان انا لما هروح لازم اغير دينهم. ليه خدت بالك؟ ليه خدنا سطحية الدين ما خدناش فعالية الدين؟ يعني احنا بنشوف مثلا المساكين صح، الفقراء صح، الغارمين صح، ما قالش المسلمين، الايتام، اليتيم، الأرملة. ففي بحبوحة كبيرة جدا في القرآن وفي الأحاديث تقول لك يعني ساعد الآخرين، في كل كبد رطب صدقة، مش كده برضك؟ الكبد الرطب دي ممكن تقول دخلت امرأة أو باغية 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 تؤجر ها؟ عارف باغية يعني ايه؟ تمتهني البقاء، عارف البقاء يعني ايه؟ عارفوا؟ فهمت؟ طيب لقيت كلبة عطشان صح؟ قلعت المركوب اللي هي لابساه، كان من بني اسرائيل، كان ما كانتش مسلمة عشان الواحد قصة تكتمل، ونزلت ولمت مالته مية وأعطته للكلب عشان يشرب، فشكر الله لها فعلها فغفر لها. لباغية
لان الروح الانسان اللي في الانسان اللي بتدفع الانسان مساعدة الانسان الاخر. فدي الحتة اللي احنا بنتكلم عليها. احنا عايزين يكون لنا قبل ما نخش في العمل الانساني يا شباب، انا ايه رسالتي في العمل الانساني؟ انا داخل عشان اعمل ايه؟ عشان اخد صورة؟ عشان احطها على الانستجرام؟ عشان عدد اللايكس يزداد عندي؟ عشان دول يقول يا سلام يا صلاة النبي عليك يا حسنية، ده انت عملتي حاجة ما حدش عملها. ما ينفعش، لا فيها حسنية ولا فيها مهلبية ولا فيها علي ولا محمود. وبعدين محمود بقى هات الطاقية اللي انت لابسها دي كده، هلبسها انا. هات واحدة كده، ايوه في حد طاقية لابس طاقية تانية، اقوم انا مقلعها كده واخد بالك، واعمل كده اهو، اعمل كده بقى. فالبنات يصوصوا والشباب يصوصوا معاها، والصوصوة تخلي عدد لايكس يكبر، صح؟ وانا عايز لايكس. شايف انا لايكس دلوقتي؟ شايف بقى؟ انا مش هبه ولا عبيط. خد يا ابني، انا خدها هدية بقى، خدها هدية بقى. المهم، فلازم وانت داخل عمل انساني تقول داخله عشان ايه؟ يعني في حالة زي حالاتي انا ما دخلتوش بتخطيط ولا بدراسة ولا بمعرفة ولا بأي شيء، دخلته الحمد لله. وطالما اتزحلقت جوه ما عرفش اطلع بقى، كل شوية اتعلم حاجة، كل شوية اتعلم حاجة، كل شوية اتعلم حاجة، لغاية ما قضيت ليه اللي هم ال 36 سنة اللي انا قضيتهم في العمل الإغاثي لغاية دلوقتي. زحلق نفسك في الخير لن تستطيع ان تخرج من خير، لان مذاق الخير غير عادي، اصبح زي سرطان في الدم ما يطلعش منك الا وانت بتقابل ربنا سبحانه وتعالى، خاصة لو كانت نيتك لله سبحانه وتعالى. اصبح روح في قلبك، اصبح دم بيجري في شرايينك، اصبح فكر تفكر فيه في عقلك، اصبح هم فوق كتافك، اصبح رؤية مش بعينيك بس، ببصيرتك مش ببصرك. كل هذا ليه؟ لان كل ما تخش وتتوغل في العمل الانساني تجد ان انت عندك القدرة، ما يكونش عندك الامكانية. انا ممكن اعمل كذا بس فين الامكانيات؟ نعمل الامكانيات. خلاص جاوبت على سؤال حضرتك ولا لسه في حتة؟ في جانب ان هو المسلمين بيسموا قديمة على المسلمين دلوقتي داخلين في دايلما، يعني او في استشكال، ان كل التضييق في العمل الانساني على المؤسسات الاسلامية وتحويل الاموال وحرب الارهاب وكذا وكذا، وكتير جدا من الحكومات استجابت لهذا الضغط وما حافظتش على شبابها. عشان نتكلم منتهى الصراحة، يعني العمل الاسلامي الخيري في بعض حرب اسيء له في حرب افغانستان، انا اقولها بمنتهى الصراحة، ولان كان في اجندة سياسية لضرب الاتحاد السوفيتي، استغلت المؤسسات العربية الاسلامية وغير الاسلامية في خلط الاوراق. في وقت كانت اوروبا بتدعو المجاهدين يجوا يجمعوا سلاح من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا والمانيا الى اخره الى اخره، وامريكا خلصت الحدوته بتاعت الاتحاد السوفيتي، قال بقى خلاص قبضوا عليهم. فانا عمري ما اغلط، هم عملوا كده، انت ما تغلطش، انت عندك اجنده سياسيه تبقى سياسي، اجتماعيه تبقى اجتماعي، اعلاميه تبقى اعلامي، اقتصاديه تبقى اقتصادي، انسانيه تبقى انساني. لكن تقول لي طاقيه تحط لي عندك كذا طاقيه، اصل انا عندي كذا طاقيه، والجدعانه مفيش حاجه اسمها في العمل الانساني جدعانه، انت مش شاف. احنا كانوا احنا في الشيشان كان سبع جهات بيسموها ايه استخباراتيه امنيه بتراقب المكتب، يعني انت بتساعد الشيشانيين الاهالي، وهم كان في حرب ما بين الشيشان وما بين مين؟ روسيا. فبالتالي ما انت شاطر مش جدعانه، لان انت بتلعب بامال الاطفال واموال الغلابه، فما ينفعش ابدا انت تخلط الاوراق. ما تجيش تفرض الفقه بتاعك. انا اديك مثلا تاني في الشيشان. قبل الحرب الاخيره بتاعت الشيشان في 99 كان في تحالف، شبه تحالف ما بين المشيخه الاسلاميه اللي كان رئيسها قاديروف، اللي كان رئيس المشيخه ساعتها، ما بكده اصبح رئيس الجمهوريه قبل ما ابنه اللي هو موجود اللي هو الرئيس الحالي، لكن اب كان رئيس المشيخه. ففي شباب صغيرين جايين من دول معينه، قال لك احنا هنخرج القاضي في 6 اشهر. قلت له نعم ازاي؟ ده انا ابويا درس في الازهر 20 سنه
وكان حافظ القرآن وكان حافظ الحديث وكان حافظ ألفية ابن مالك وكان كان وكان وكان، وبعد ما حافظ كل ده طلع إمام جامع أو طلع شيخ. انت طلع لا إزاي، احنا عاملين معاهد لتخريج القضاء، استثنوا وتجاهلوا الحكومة الشيشانية المحلية، فعملوا فجوة بينهم وبين بعضهم. فجي قضيروف الكبير رحمة الله عليه، كان ساعتها رئيس الجمهورية اسمه مسخدوف، قال له شوف مسخدوف، قال شوف يا تطرد الناس دي بره يا مش هنتحالف معاك. فاضطر نترك كل المؤسسات الإسلامية قبل 99. بقول لك الأخطاء اللي احنا عملناها في المؤسسة اللي كنت بنتمنيها، كان أساس العمل فيه خد معاك الوزير وخش بالبقرة انت والوزير على الحارة، لو جبت عربية إسعاف خش انت والوزير على المستشفى عشان الوزير يحس، الشعب يحس انه عنده عزوة، هو اللي جايب البقرة، هو اللي جايب اللي كذا، هو اللي جايب. انت كنت كشاب صغير مش عارف معايير العمل الانساني، يا عم بلا قرف هروح مع ده زي عربيات الباجيرو بقى مش عارف الحاجات دي كانت موجودة في الوقت ده. خل ها طب ما بتلعبش بشفايفك، ها كل ما يلعب بشفا بايه بشفا بش طب خلاص. فخلت في فجوة بين الجمعية ليه والمجتمع، لان احنا ما ارسلناش ناس وعلمناهم ازاي يتعاملوا مع المجتمع. فلما تروح يا بنتي لازم تعرف ثقافة المجتمع، فقه المجتمع، تكوين المجتمع، تاريخ المجتمع، مفاتيح المجتمع، مشاكل المجتمع قبل ما تروح هناك. العملية مش بتاعك فلوس بس رايح تحطها هناك وهتعمل كذا والناس هتسمع لك عشان انت معاك فلوس، هيبقى مشروعك فاشل. الناس هتسمع لك ان انت فاهمهم وانت بتسمع لهم. عمر الناس ما هتسمع لك يا دوك، مش هتبقى دوك انت، عمر الناس ما هتسمع لك الا ما تسمع لهم، تحسن اليك الا ما تحسن اليهم، تنتج معاك الا ما تكون انت مخلص عايز تنتج معاهم. خدت بالك؟ طيب ده السؤال بتاع حضرتك. حد تاني من البنات؟ بنات ما تكلموش لغايه دلوقتي، اتفضلي ما تكسفيش كلمي. خد يا بنات يلا حد منكم يطلع يقص الشريط، خدي بعتين لها بقى بدها تتكلمي. يلا بسم الله ما شاء الله. انا علاقتي انا هي بنت اختي، بنت ثلاثة بنت اختي. لو حد فيه يتكلم بقى بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم دكتور. انا عندي سؤال، يمكن هو ده اكتر تساؤل بيخطر لنا احنا هلا، يعني حتى احنا يعني كتطوع وكعمل تطوعي زي ما ذكرت حضرتك، هلا الوسائل والمنصات اللي ممكن ان احنا نقدم فيها اكتر، ولكن برضو الفساد والمعوقات والشغلات اللي بتخلي الواحد يحبط وييأس كمان اكتر. ومن خلال خبرة حضرتك الواسعة وانجازاتك الكتيرة اكيد كان في صعوبات واكيد كان في معوقات يعني ظهرت على حضرتك، ومع ذلك ما شاء الله يعني وصلت للي انت وصلت له، وهذه الشغلة يعني احنا بنقتدي انه يعني نتبعها. فشو نصيحتك يعني كيف الواحد يضل على نفس العطاء ويضل يجدد يعني النية ويجدد اهتمامه وينشر المعرفة حتى في وجود هاي المعوقات اللي ممكن انها تأثر عليه نفسيا وعمليا؟ جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المعوقات موجودة في كل زمان وفي كل مكان، مشكلة المعوقات دلوقتي اكتر شوية عشان اللي هو الاسلاموفوبيا وحرب الارهاب والكلام ده كله يعني والخوف. يعني في الثمانينات والتسعينيات كان جمع التبرعات وصرف الاموال والسفر كان سهل جدا، بعد 11 سبتمبر اتغيرت الخريطة السياسية والاقتصادية والأمنية والاستخباراتية والاجتماعية في العالم كله. احنا تعلمنا من أخطائنا، تعلمنا من أخطاء يعني أخطائنا كتير. أنا أتكلم عن نفسي، أخطائنا كتير يعني أنا كنت بصرف كتير الأموال من غير ما يكون عندي مدير عام للمالية، وكان في يوم من الايام كانت المؤسسة هتقفل لان ما كانش فيه ايه فيهاش كاش، بس تعلمنا وقفنا الصرف وظبطنا وهيكلنا المؤسسه ومشينا. انتوا بالنسبه لكم اهم حاجه انتوا عاملينها دلوقتي انكم عندكم مبادره، يعني بسم الله ما شاء الله الموجودين النهارده، يعني انا يعني اسجد لله شكرا ان انا قاعد معاكم. اعملوا اي شيء يكون بسيط بس يعني اصروا ولا ايه يعني التزموا بالنجاح.
حاولوا تحولوا الشيء ده من خلال العمل اللي بتقوموا بيه إن شيء مجتمعي تعلموا أنتوا فيه لما تختلطوا بالبيئة. مثلا لو كان في عندكم مشروع في البيئة في المناخ، قولوا والله احنا عايزين نجمع 8000 نخلة او 1000 شجرة عشان نحطها في الصحراء هنا واحنا نزرعها بايدينا. ده من قلت المدرسة اللي كان بيخلي الطلبة يزرعوا الى اخر، يعني عايزين مثلا نعمل حاجة للنيجر او لتشاد او لمالي او لوسط افريقيا، جمهورية وسط افريقيا او الاخر، عايزين نجمع لمشروع نبعت فيه شابين يقعدوا اسبوع او اسبوعين، سواء كان في الروهينجا بنغلاديش او كان في نايجر او في مالي او في تشاد، عشان ترجع انت تعلم التانيين. ما ينفعش. العمل الانساني النظري جيد ولكنه مش كافي. اللي بيكلمك ده يا اخت اسمك ايه؟ ها؟ روزانا. يا اخت روزانا لم يتعلم الا من الفقير، لم يتعلم الا بعد ما سافر السودان وسافر مالي وسافر نيجيريا والحاجات دي كلها. من كتر ما شفتي واختلطتي وسمعتي ازداد سقف العلم عندك وسقف المعرفه وسعه الايه الفكر بتاعك. فاحرصي لو انتوا عندكم في السنه بتطلعوا مشروعين او مشروعين او مشروع او اثنين او ثلاثه، كل مشروع بتتفقوا فيه مع مؤسسه معينه اقول لهم شرطنا انكم تكفلوا شابين يسافروا للمنطقه دي عشان يرجعوا شايفين حاجه. انت بتدي الفلوس للمؤسسة وبعدين يجيب لك صور، مش كفاية ابدا، مش كفاية. يعني السؤال ده انا سألته من شباب كتير جدا منكم او غيركم من 20-30 سنة، يقول انت يعني واحد فيهم كان انجليزي باسم محمد عمران ربنا يديله الصحة وكان نشيط جدا 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 جدا، يقول لا لا انت كل شوية تجيلنا من السفر يعني من نشيط ما بتتعبش يعني خلاص بقى اهمد بقى. يقول لي ايه اهمد؟ يقول لي ايه اللي ما بيخليكش تتعب؟ سفري مع الناس دول بيديني شحنه. يعني لما بكون معاكم دلوقتي انا همشي بشحنه، امبارح انا اخذت شحنه، صبحين اخذت شحنه، فكل ما هتشحنوني هتنفخ. شايفني وانا منفوخ؟ انا عجبني شعرك. شعرك ولا شعري؟ بتقول المهم فالطاقه الايجابيه اللي انت بتاخديها من المجتمع اللي انت بتزوريه ده مهمه جدا 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 في انك بتستمري. فاجمعوا التبرعات مع احد المؤسسات، لكن قولوا لهم عايزينكم تاخدوا شاب وشابه لمده اسبوعين يروحوا هناك عشان يرجعوا يعملوا كذا وكذا ويعلموا الشباب اللي في الجامعه. ده اللي هي نمره واحد. ولا تتنازلوا عن حقكم انك تروحوا وتشوفوا وتقعدوا تسمعوا تختلطوا. وانت رايحه يا بنت اختي، مش انت اسمك ايه؟ اه بسم الله ما شاء الله، اسم جميل سميه. طبعا سميه لان امنا سميه هي يعني بسم الله ما شاء الله تتاسي بيها ان شاء الله. امين امين. انت هترجعي بقصه، القصه دي هتعلمي بيها الناس اللي حواليكي. مش ال 100,000 ريال ولا 200,000 ريال ولا نص مليون هتجمعهم، لا ده كله ولا يساوي حاجه. انت قعدتك مع الاطفال يا سميه ويا رزان، وانت اسمك ايه؟ فاطمه. يا فاطمه هترجعي تقولي مشاعرك واحاسيسك والامك وامالك للي حواليكي، هتبقى عامل زي كره التلج. خدت بالكم؟ ليه هتحرنكم اصحاب تجربه؟ تقولوا الجمعيه احنا عايزين نكون معاكم في اتفاق. انتوا دربوا الشباب اللي عندنا عشان ترجعي انت حيثيه مجتمعيه تستطيعي ان تزرعي القيم في الجامعه وتزرعي القيم في المجتمع اللي انت بتروحي فيه. انت مش بس صوره او خيال او رقم. واخدين بالكم يا شباب؟ ده اللي انا بتكلم عليه عشان ترجعي انت ايه؟ تستطيعي انك تحدثي التغيير. صح يا رزان؟ اي حد تاني؟ اتفضلوا يا شباب. لا الاخونا اللي من عندنا ايوه هو الابل. انت خليك انت في الاخر. انت تعقيب؟ طب انت طالما انت الاستاذ الكبير عقب يا سيدي، عقب يا سيدي، وانت يعني عقب عقب. طيب اديها الاخ ابن الشريف. الشريف مين؟ فكره الناس يا دكتور التبرعات ال المسموم ايه من احياها؟
انتوا حركه ولا ايه يا جماعه؟ اه فريق من احياها. فكرة إن الفريق هنا يتشارك مع الجهات الخيرية في قطر والقوانين المحركة للعمل الخيري هنا، وفكرة المشاكل الكتير اللي حصلت الفترة اللي فاتت، لازم بس ياخدوا في الاعتبار إن زي ما حضرتك بتقول إن لو حابين اتنين يروحوا على مشروع محدد ما يدخلوش المبلغ ده للجمعية. يعني انتوا كإدارة فريق لو هتجمعوا 100,000 مثلا ممكن تقتصوا منها 7,000 او 10,000 ريال، طبعا هيكون عليها دي تكلفة السفر بالاقامة بالطيران بكل حاجة، والاتنين اللي هيسافروا بعد كده ممكن يجيبوا لكم الفواتير او السندات المالية يعني. ولكن لو وديتوها لجهة خيرية هي لو هتتبرعوا ب100,000 مثلا فهي هياخدوا منها مثلا من 7-10% على حسب اتفاقكم، دي نسبة ادارية للجهة. هتيجي تدخلوا في إشكالية إن الجهة دي هتطلع اتنين فهتزود يبقى 10% فهيبقى 80%، هيودي المكتب هناك فهيبقى 5%، فالموضوع كله هيبقى صعب شوية على الجهة دي. إلى جانب إن السفر كمان مبقاش لكل الجنسيات، يعني لازم ياخد إذن من هيئة تنظيم أعمال الخيرية ووزارة الشؤون وكده. فداخليا انتوا حسبوها هتشتغلوها ازاي وبعد كده التنسيق يبقى مع الجهة، انما انكم تتبرعوا بكامل المبلغ وبعد كده تيجي تسالوا ان لا يا جماعه احنا عايزين نطلع، ده صعب شويه. بس يعني جزاكم الله خير. وضح لكم حاجات اللي هي ايه اوبريشن، لكن احنا ممكن يكون عندنا مشاريع هنا في القطر نفسها بالظبط كده في الصحراء بالظبط. انا عايز في كان حافظ دي اغنيه هتتكلم يفوت على الصحراء تختار هنخدر الصحراء ازاي؟ الصحراء ولا الصحراء؟ لا بيبص لي على طول. المهم ففي حاجات هنا ممكن نقدر نعملها، لان مش هيقدر يسافر بره لسبب ما، هيتعلم لو قعد في الصحراء اسبوعين او ثلاثه يعمل شيء معين. قعد مع البدو، قعد مع الجبال، قعد مع الحيوانات الى اخره. فده جزء. في حاجه ثانيه كمان يا شباب، انا مش هقدر اقصر عملي على ان انا بتصل فقط بالمؤسسات اللي موجوده هنا في الوطن. مشكلتنا ايه؟ ان الذين يقودون عمل انساني في العالم هم اصحاب اللغه الانجليزيه. الفرانكوفونيين بينهم وبين الانجلوفونيين مسافه زي السماء والارض بالنسبه لحجم الامكانيات بتاعت المؤسسات بتاعتهم الى اخره. يعني بتجي انت مثلا في المؤسسات الفرنسية هتلاقي لهم أطباء بلا حدود، بعد كده تلاقي حاجات صغيرة. أما الإنجليزية هتلاقي على الأقل 10-15 مؤسسة عالمية بيتكلموا في مليارات من الدولارات سنوية. فعلشان تخرجوا تتغلبوا على هذه الصعاب إنكم في المجتمع، يعني صعب إنكم تتحركوا في الخارج، حسنوا لغتكم الإنجليزية وخشوا في برامج التوا بتاعت الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية، وهم ممكن يتبنوكم. مش هيتبنوكي يا سمية أو يا رزان أو يا فاطمة أو أنت اسمك إيه؟ ربا؟ بسم الله ما شاء الله. مش هيتبنوكي لما يكون عندك حاجة لأنها شكل حلو وبتاع ده وكذا، لا ما ينفعش. عندك حاجة عملتها، عندك فكرة عملتها، عندك تقنية عملتها، هيتبنوكي. أنا بتكلم ده كتير جدا من الشباب المسلم في أوروبا راحوا ودخلوا الامتحانات دي ونجحوا وأخدوهم علشان يكونوا هم متطوعين. لما تحط أنت أو تحط أنت رجلك على أول السلم بمجهودك أو بمجهودك تستطيع بعد كده هو إنها تكون في السيوة بتاعتك إن أنت ياخدوك بعد كده. قد يكون اسهل حاجه بالنسبه لنا دلوقتي ان احنا نتكلم، يعني سمو الامين امبارح اتكلم والاول امبارح عن التغير المناخ. طلعوا انتم مشروع زرع 10,000 نخله او 10,000 شجره، شوفوا ايه هي. ها شيخ هموزه عندها مبادره زراعه مليون شجره في قطر. انتم من المليون شجره دول اجمعوا لكم 10 شجره تكلف كام؟ 10 ريال، 50 ريال، 20 ريال حسب نوع. بغض النظر شوف انا شوف احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على المتاح اللي احنا ممكن نقوم بيه. في مثلا في جاي من نيجيريا في شجره بدولار وفي شجره ب 50 دولار.
لو دخلت في الاشجار بتاعه اللي هي الفواكه المانجا والبرتقال والحاجات دي كلها هتخش في ال 10 و 20 30 دولار. لو دخلت في الاشجار بتاعه التشجير اللي هي بس الدل دي الدولار 2 3 4. فانت على حسب النوع اعملي حمله لزرع الاشجار. وممكن تيجي الشيخه موزه ربنا يكرمها انتوا جمعتوا 1000 شجره وانت بادي كمان 1000 يا ولد هتشجع ان انت داخله في مشروع هو مشروع عالمي على ارض وطنيه. وعشان تعملوا الاشجار دي هتتعلموا الف ب. احنا يا اخواننا يا اخواتنا اتعلمنا الف ب في العمل الراسي بلحم الملابس القديمه. انا كنت بشيل الملابس القديمه بنمشي على المساجد وعلى الاسماعيلي ال هتشيل التليفون ده ولا التليفون؟ اه اتكلم انا قعدت اتكلم كتير بقى هرجعوا لك تاني. ما تنساش هتاخد دور ان احنا كنا بنلف على الدكاكين. انا افتخر وافتخر ان انا اول واحد وقفت بصندوق كرتون عشان اجمع التبرعات خارج مسجد المساجد في بريطانيا. تقول لي دكتور مش دكتور ايه يعني؟ الصندوق الكرتون اهم من الدكتور. وجمعنا في ساعه انا جمعت في ساعه 86 بعد صلاه العيد 1500 جنيه. شوف بقى الشحاتين بيجمعوا قد ايه وانت مش واخد بالك. يعني طلعت شحات انت هتحل مشاكل الامه كلها وهتتجوز وتخلف وتبني عمارتين ثلاثه الى اخره. شفت فيلم الشحات؟ مين اللي كان بطل بتاعه؟ عادل امام. شفت بقى عمل ايه؟ ها؟ يلا نشحت انا وانت؟ المهم فبالتالي في حاجات انتم كنتوا تعملوها هنا هو ودي اللي هتكون اول خطوه للعالميه بعد كده. لما يلاقوك انتم مثلا زرعتوا 20,000 شجره، ما اعرفش شجره اسعارها كام يا سميه؟ كم يعني؟ 8 ريال. يعني انت بتتكلمي في 100,000 ريال يعني 12,000 شجره تخيلي؟ والبلديه هتساعدك تقول لك والله انا هديكوا كذا وكذا 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 وكذا. ممكن البلديه تقول لك طب انا هديك مثلا الـ 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 الالات. فديك تكون اول خطوه لان السفر للخارج بالتعقيدات اللي موجوده دلوقتي هيخلي يحبط الناس. لكن لو احنا رحنا كفريق وقلنا الحته دي كلها هنزرعها وهنزورها كل سنه وكذا 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 وكل سنه نزرع 1000 شجره او 5000 شجره او 10,000 شجره هتلاقي الحكومه دخلت معاك كشريك وشجعتك كطالب وافد او كطالب وطني الى ان نخرج بهذا المشروع العملاق الكبير الى ان نعمل غابه. والانواع الاشجار اللي ممكن تتحمل ايه المناخ اللي موجود في قطر. طب السؤال بالنسبه لك انت بقى ممكن نبدا بالبسيط اللي هو هنا هو وبعدين بعد كده ننتقل الى مشاريع اخرى طبعا غير المناخ. مشاريع الاطفال، تعليم الاطفال، تعليم اللغه الانجليزيه للوافدين، كل الحاجات دي كلها ممكن تقوم انتوا بيها. وده بتتكلم لك على السي في بتاعتك بتخليك يعني مثلا انا دكتور بتاع القسم الانجليزي. لو انت مثلا هتيجي تعلمي الاطفال اللغه الانجليزيه هيكتب لك في السيره الذاتيه بتاعتك. واخد بالك؟ وده شيء مهم جدا. بتاعت الامراض النفسيه هتعلمي النساء والوافدات والحاجات ده اللي هو ازاي يحافظوا او ما يتعرضوش للمشاكل النفسيه دي وهكذا. اتفضل يا اخي. اول شيء السلام عليكم دكتور. وشرف كبير لينا نكون معك اليوم هنا ان شاء الله. سؤالي أو هو عاوز نصيحة أو تعقيب للكلام اللي حقوله. كثرة المشاكل وكثرة في العالم العربي في العالم الإسلامي، كثرة اضطهاد المسلمين في الروهينجا في السودان في دارفور في دول كثيرة، يعني في أماكن كثيرة مسلمين مضطهدين بشكل كبير. فأصبح واجب علينا إنه إحنا نحاول وإنه إحنا نحيي هذه القضايا. فالآن لما مثلا أروح أتكلم مع أحد من الأصدقاء أقول له مثلا عندنا تطوع عندنا شيء عاوزين نحيي قضية للمسلمين يقول لي بجي معك بس في مقابل. أقول له لا، بس مقابل عند رب العالمين وهذا واجبنا ومو واجب الإعلام بس أو واجب الأشخاص المختصين في الجمعيات الخيرية. كمان يعني إحنا مجتمعنا المضطهدين فوق الملايين يعني بالملايين، وإحنا في الجامعة تقريبا أكثر من 20 و25,000 طالب وطالبة اللي يكونوا في المنظمات الخيرية والأندية الخيرية لا يتجاوز العدد 200 طالب أو طالب. يعني إيش الطريقة اللي ممكن نقنع الأشخاص ونوريهم ونوصل لهم فكرة إنه هالأشخاص محتاجين لينا، يعني مش إحنا صوت ليهم، إحنا عندنا الإمكانيات، البلد موفرانا والجامعة موفرانا
كل الامكانيات يعني. شكرا. هو دكتور سؤال اسمك هاني. هاني سؤال هاني ده هاني 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 روح يا هاني روح يا هاني واسال تاني روح الدكتور ده اسمه هاني اسمه هاني هاني يا تسموك هاني ازاي؟ قالوا ليش؟ اتفضل دكتور. سؤال لاخونا هاني سؤال جيد جدا. يعني حضرتك نقاط محدده بحيث ان هم لو عايزين يعملوا بروموشن لفريقهم ويجيبوا متطوعين فيه ويزودوا عدده. انا كطالب في قطر دوري ان انا اذاكر واجيب مجموع كويس تمام او تقدير كويس. يعني انا بتكلم ان في بلاد تانية مثلا في بلاد تانية بيكون في تحديات اخرى. يعني تلاقي مثلا بيجمعوا عشان يعملوا حاجه للعمال اللي في الجامعه. قطر الحمد لله الوضع فيها مستقر يعني. فدلوقتي انا كطالب بذاكر عايش حياه مستقره الكلام ده كله هيعود عليا ايه ان انا اتطوع وادوش دماغي في نقاط يا دكتور كذا 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 بحيث ان انتوا يا ريت تكتبوا الحاجات دي لانها هتفيدكم جدا في البروموشن ان انتوا تزودوا العدد في الفريق. الموضوع بالنسبه لك يا اخي فاضل ايه اللي هيشجع الناس النتيجه الناس يبعدهم عن التفكير مش ما هو النتيجه. نعم النتيجه انا عايز اعمل شيء ينجح. انا ممكن افكر في مشروع كبير قوي اجي انفذه افشل فده بيحبط الناس اللي حواليا. دايما تختار المشروع اللي ممكن يكون سريع العائد وظاهر عند الشباب فيتحمسوا. واخد بالك؟ يتحمسوا. انا ليه قلت حكايه الشجر؟ لان شيء واضح المعالم لما انت هتعلم الاطفال وحاجه ده كده شيء تاني. واخد بالك؟ فلما نعمل مشروع رياضي مثلا مسابقات رياضيه ده جزء من العمل الاجتماعي سواء كان بالنسبه للبنات او بالنسبه للشباب. مخبراتك دي اشياء كلها ملموسه اللي هي المبادرات اللي انت بتقوم بيها تكون ملموسه للناس ويجيوا يشوفوك وانت بتنجح فيها. دي نمره واحد. انت سؤالك كان ايه؟ نقاط يا دكتور تجذب الناس ان هي للتطوع بوجه عام. التطوع نعم عاوز اخليه 2 على اخر السنه. ازاي يقنع واحد ان هو يجي يتطوع معايا؟ التطوع بالتجارب ناجحه في البلاد الاخرى. بمعنى ايه؟ انت لما هتتطوع وهتكون على السي في بتاعتك دي او على السيره الذاتيه بتاعتك كذا وكذا 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 انت فرصتك في الحصول على عمل مختلف في مكان مختلف هيكون احسن من الاخرين. دي نمره واحد. نمره 2 في التطوع انت بتثقل المهارات بتاعتك تزداد ثقه وبتذكر خاصة المهارات القيادية اللي عندك لما بتختلف بمجتمع. المجتمع بتتعلم منه بيعلمك. هتلاقي انت قدرتك على الانتاج وقدرتك على القيادة اعلى من اي حد تاني. يعني انا مثلا قاعد من حزب الكنبة ما بعملش حاجة وانت نزلت انا عندي 2 من الشباب او اكتر يعني نصلي على النبي عندي 1 2 3 4 انا حذكر 4 أو 5 من الشباب اللي انا اشتغلت معاهم. واحد دلوقتي مسؤول الحكومة البريطانية وزارة التعاون الدولي في تركيا ملف في تركيا كله تحت ايده لسه عنده 40 سنة او 42 سنة. الراجل ده دكتور كان عنده ساعات تطوعية كتير اهو كان شغال معنا للنخاع وهو لسه في ثانوي تطوع. التاني اللي هو اصبح مدير المكتب بتاعي كان لسه بيلبس عندي صورة ليه هو لابس بنطلون شورت وقبله كنت انا بديله جائزه كده كان حافظ قران او حاجه زي كده. هو دلوقتي يعتبر مدير كبير في مكتب التنسيق الانساني بتاع الامم المتحده في في في, في, في نيويورك. واخد بالك؟ بس ماشي ايه كده. الثالث ماسك مؤسسه اسمها العون الاسلامي في بريطانيا كان لسه خارج من الجامعه وبتاع كليه الحقوق وخدناه على وشه على طول. الرابع كان هو رئيس المؤسسة الإسلامية في أمريكا مؤسسة بتجيب 80 مليون دولار في السنة. أنا ممكن أحكي لكم حواديت كثيرة جدا يعني. دول بدأوا إمتى؟ خلي بتاعها ده اتخطف مننا. كنت أنا كان شغال معايا في لندن في المنتدى الإنساني فالأمم المتحدة كلمته لأن أعرف المسؤول بتاع الأمم المتحدة فقال شوف انت تشتغل عندنا بس من غير ما تتفق مع الدكتور هاني صاحبنا مش عايزين نزعله. فخدوه جه قال لي مره كذا كذا قلت له بتوكل على الله انا بديك ملاليم
بدي له ايه ملاليم ريالات هناك. بسم الله ما شاء الله دلوقتي مع جوتيريس اللي انتوا بتتكلموا عنه ده، فاكرين جوتيريس اسمه ايه؟ هو طبعا العكس هيكون صحيح، هو اللي بيدير ماكروكس. كان بيدير كان بيديرني وبيدورني كده، بيدورني. هو طبعا بسم الله ما شاء الله طويل قد كده، ها مش مشكله، انا كان بيديرني انا. المهم فقريب جدا من مطبخ بتاع الامم المتحده، وهو لسه بردك في اول الاربعينات. اتفضل. في اقتراح ان احنا نتقسم اربع مجموعات، اه هم طلبوا، هم اللي قالوا، هم اللي قالوا تعقب على الحاجات دي، لو موافقين نشتغل فيها لمده 10 دقايق. انا ما عنديش مشكله، بحيث ان حضرتك يعني هتتكلم كلام كتير. طيب لكن لما تعقب على العناصر بتاعتهم هتكون فيها موافقين يا شباب، بحيث ان انت تقول ده ما ينفعش، ده يمشي خلاص، تضرب مثل هنا خلاص. يا جماعه موافقين طبعا. وانت الجماعه الجماعه تبقى الزوجه. نقسم كده. طيب ما في غرفه ثانيه هيقعدوا فيها؟ طب خلاص اعملوا كده دوريات. طب خلاص، ماذا سيقول على الطالب في جامعه قطر اذا اشترك في اعمال تطوعيه؟ صح كده دكتور، ماذا سيقول على الطالب والطالبه اذا اشترك في اعمال تطوعيه، وما هو العمل اللي احنا ممكن نقوم به مع بعض؟ يعني برضك طلعوا مشروع ممكن نفصل من هي كلهم اصلا، ما انا حكايه صح ممكن تقولوا لا، يعني عشان لو هم يطلعوا افكار تكون اكثر من الواقع يعني. هم بقى يعيشوا فيه. خلاص يا بنات تعالوا كده اعملوا دوريه دوريايه حوالينكم كده، وتعالوا انتوا كده يا شباب، تعال انت هنا اهو، تعال هنا طبعا. لا تعالوا كده يا شباب مجموعتين عشان ما تلخبطوش بعض. خلاص وقف ده يا وقف وقف. خلاص انتوا خلاص خمسه وخمسه. خلاص يا رامي اتفضل، وموقف كده وموقف وموقف كده وعلي صوتك واتكلم. يعني طيب ممكن من تطوع الطالب مثلا بيكون في يعني اكتر من جوانب للفوائد، بيكون في جوانب مثلا فوائد على المدى القريب، فوائد على المدى البعيد. فاحنا لما بنجيب مثلا طالب نحاول نقنعه بالتطوع، لازم الاول نثبت له ان في فوائد هيكتسبها اول ما يتطوع، وفي فوائد كمان هتيجي مع الوقت مع كتر التطوع وكده. فمثلا ممكن من فوائد على يعني الفوائد على المدى القريب جدا انه بيعمل مثلا علاقات فعاله مع الناس اللي معاه في المجتمع وفي الشغل. ممكن برضو بيكون عنده يعني مهارات اعلاميه وبيكتسب مهارات جديده من فريق التطوع، وكمان برضو بيقدر ان هو يظهر مواهب كانت مدفونة عنده ويظهر للناس شخصيته اللي مش كل الناس عارفها. برضو دي حاجة ممكن تفيده بعدين، مثلا لو احتاجوا حاجة بيقولوا ده اللي مثلا كان بيفيدنا في الحتة دي. طبعا لو عايزين مثلا برضو نثبت يعني حاجة تانية بنقول له بياخد ثواب واجر وحاجات طبعا في الاخرة وكده. بس ممكن لو واحد جالي مثلا ملحد ويقول لي يا عم ربنا مش موجود اصلا وكده، مش عايز ثواب ولا عايز اي حاجة، فممكن نقنعه ان التطوع ده اصلا بيخرجه من حاله احباط واكتئاب، لان هو بينزل هدفه ان هو يساعد الناس. فمفيش حد يساعد الناس وعنده احباط او اكتئاب، فطبعا حالته بتتغير خالص وبيصبح عنده قبول ويعني وخير دايما فيه. فبيكتسب برضو يعني حاله متجدده من كتر ما بيتعامل مع ناس مختلفه يعني. طبعا بياخد خبرات ميدانيه واكسبيرينس بيتعامل مع ناس، انه بينزل يتعامل مع فئات مختلفه، مثلا في مره يروح يتعامل مع فئات فقيره، في مره يروح يتعامل مع مثلا فئات مريضه او كده. فبياخد خبرات ميدانيه وبياخد خبرات في التعامل مع ناس، بحيث لما يشتغل بعدين هيكون عنده اكسبيرينس عاليه يتعامل مع جميع الفئات. ممكن برضو بيكون عنده تزكيه في النفس، ومثلا نفسه دايما بتكون ذكية في ذكية ذكية ممكن ذكية ذكية دي تتجوزها ان شاء الله. ممكن برضو معلش ايه دي مش عيب قول له ايه دي نسيت النضارة في البيت. معنى ورسالة في الحياة ايه؟ معنى يكون ليه حاسس بمعنى الحياة ومعنى رسالة في الحياة.
بيكون ليه مع انتوا خلاص هو قالها خش على بعض حاسس ليه معنى التجارب كلها عليه في معنى الحياه حياه ليها معنى يعني سواء تطوع طبعا بيحس يعني الحياه ليها معنى سواء تطوع مثلا بيحس ان الحياه مش بس اشتغل وخد اجر لا يعني الحياه ممكن تشتغل ممكن ما تاخد ممكن تاخد بس بعدين طيب وشكرا السلام عليكم نحيي اخونا علي شكرا طبعا هو قال لنا فوائد التطوع التطوع ما فيش فيه عيوب لان احنا هو استعملنا مسيره التطوع بطريقه مبرمجه هنخرج بعد سنه او سنتين قاده المجتمع ان احنا ممكن نعمل تغيير مجتمعي واتكلم فيه اهداف قريبه المدى وفيكم في اهداف متوسطه واهداف بعيده المدى بعيده المدى انت ممكن تبقي وزير او تبقي رئيسة وزراء او تبقى رئيس جمهوريه او تبقى رئيس جامعه الى اخره ليه لان التطوع بيخليك تقرا الشارع من تحت قراءه الشارع من تحت ده في منتهى الخطوره لذلك في بعض الدول اللي اجهزتها قمعيه ترفض التطوع على الاطلاق لما عارفين بعد التطوع شكله ايه وترفض انها تدي مساحه للعمل المدني لان عارفين انه عمل مدني بمؤسسات المجتمع المدني بيعمل ايه في المجتمع بيربيكم انتم كقيادات للمجتمع المحلي اللي بعد كده تطلع بقيادات دوليه التطوع بيعمل منظومه عشان تدافع عن ايه انا هسكت عشان ايه تاني اكلمه طب المجموعه الثانيه عشان انا هسكت دلوقتي مين اللي هيتكلم البنات هيتكلموا اول ولا الشباب هيتكلموا اول ها تعال مين انت هسمعي هتتكلمي ولا مين هتتكلم اي حد انا ما عنديش مشكله بنت اختي تعالي يا بنت اختي اقفي جنبي هنا يلا بسم الله اول شيء استشعار النعم الواحد يستشعر النعم اللي هو عايش فيها ثاني شيء اكتشاف قدرات في النفس ومواهب ومهارات هو ممكن كان يعني مغيب عنها بعد يعطي الإنسان مهارات اجتماعية وممكن تتوسع معارفه بعد يعني تقصد معارفه بالناس توسيع المدارك اكتشاف الذات الواحد يقدر يكتشف ذاته ممكن يكون يعني يكتشف ذاته إنه في أشياء مثلاً عنده مشاعر هو ما كان يعرف عنها أو ما كان يدري إنه في ما كان يقدر مثلاً إنه هو يقدر يتحمل أشياء وبعدين يعني اكتشف هالشيء فيه بعد يزيد تقديره لذاته يعني لأنه بيكون محقق هدف أو محقق أشياء هو يعني بشكل عام ممكن ما يحققها يعني بدون سبب أو بدون عائد له يعني ثاني شيء زيادة الإحساس بالمسؤوليات تجاه القضايا وتجاه المجتمع توظيف إيش المبدأ لجميع جوانب الحياة توظيف المبدأ لجميع جوانب الحياة وأعمار الأرض إنه توظيف مثلاً المبدأ اللي أنا بتبعه أو الفكرة اللي أنا متبناها وإنه يدخل في كل جوانب الحياة بعدين تولد عند الإنسان شغف للعمل المستمر ويعمر الأرض وزيادة الحماس انه تكرار التجارب بشكل اوسع قصدها انه لو الواحد سوى يعني لو الواحد بدا نفس ما قلت انه لو الواحد بدا يشتغل خلاص ما يقدر يطلع من الموضوع لانه يعني الشعور اللي يرجع له اكثر من انه هو يتخلى عنه شكرا شكرا يا مجموعه الاخت سميه تعالى مين هيجي من عندكم المجموعه بتاعتكم يا شباب تعالى يا سيدي انت مش المجموعه دي كنت انت قبل كده ولا طيب هو احنا تطرقنا اكتر ل ان هو يعني العوائد اللي هتعود على الطالب نفسه واولهم هو اول حاجه كطالب كداخل عمل تطوعي بيكتسبها انها المهارات الحياتيه اللي هي مثلا انك بتتواصل مع الناس انك بتشعر بالقياده دي مهارات حياتيه انت بتكتسبها عامه اول ما تدخل في العمل التطوعي تاني حاجه بتغير روتين يعني انت طالب جامعي بتدرس رايح جاي دراسه
في حاجة روتينك بيتغير بالعمل التطوعي اللي انت هتعمله؟ والعلاقات طبعا، العلاقات اهم من اهم الحاجات اللي احنا بنكسبها في العمل التطوعي. زي مثلا انا لما هاجي اتكلم مع ناس، اتكلم مع الإدارة دي، هتكلم مع إدارة الجامعة دي، هتكلم مع الإدارة، هتكلم مع حاجات مع ناس برا الجامعة، فانت بتعرف علاقات اكتر. والإدارة يعني انت لما بتبقى رئيس في حاجة، ماسك حاجة، ماسك فعالية معينة، ماسك حاجة معينة، انت بتاخد خبرة إدارية في الإدارة دي. وكمان انت لما يكون في فرق بينك وبين اللي بس اللي بيدرس بس من غير ما يعمل عمل تطوعي وبتروح مثلا لسوق العمل، انت طبعا عندك يعني ادفانتج عنده، يعني انك تدخل عنده سوق العمل. وفي بقى حاجات غير ملموسة، زي مثلا انك بتستشعر الناس اللي انت بتكلمهم لما هتعمل عمل تطوعي مثلا، بتستشعرهم، بتشعر بيهم، وبتشعر بنفسك ان الاثر انت بتعمله، الانجازات اللي انت بتعملها بتستشعرها برضو انت بتعملها وتشوفها بعدين. وبرضو كمان ان هو في يعني مسؤولية مجتمعية من الجانب الشرعي اللي هو الدين يعني وكده، انا برضو لازم ان انا احقق جزء منه، ان انا بعمل عمل تطوعي ان هو ان انا مسؤول عنه يعني. وبس، شكرا. طيب، دي فوائد التطوع. كلنا مؤمنين عندنا تطوع، كيف نحقق هذه الفوائد؟ ده السؤال. خلاص، كلام حلو قوي اتقال. هنحقق الفوائد دي ازاي؟ حد عنده اجابه؟ اخلاص. ايه تاني؟ عايز حد يكتب الاجابات عشان انتوا بعد كده انتوا هتجمعوا الثلاث اوراق دي في ورقه، وبعد كده السؤال ده برضه هتجمعوه. فالاخلاص، النيه، ها، هنحققها ازاي؟ الاصرار والصبر. ان انت تحط خطه للاهداف دي، حط خطه، يكون في خطه، حط معايير. ها، ايه؟ طيب، يعني انت عندك الاصرار والعزيمه. اتفضلي. ايه؟ تنظيم الوقت. بس فين بيكتب؟ حد بيكتب؟ طب هاني هو عنده كذا هاني ولا ايه؟ هاني بيكتب. طيب، ايه تاني؟ ان فريقك اللي انت شغال، يعني الاهداف دي انت مسلفها، فريقك يعرفها، فيبقى كل الدنيا عارفه نفس الهدف، تتفقوا على الاهداف مع بعض. ايه تاني؟ ايوه، تعملوا فريق عمل يكون عنده يعني وسيله لتحقيق كل هذه الاهداف. فريق عمل. ايه تاني؟ الايمان بالقضيه. ها، ايه تاني؟ التحفيز. ايه تاني؟ تعلم الاخطاء، تعلم الاخرين كمان. انت ما تبداش المسيره حيث بدا الاخرين، تبدا من حيث انتهى الاخرين. والاخرين دول ممكن يكونوا مسلمين او غير مسلمين، ممكن يكونوا في قطر او في غير قطر. فين التجارب الناجحه اللي حصلت؟ يعني انا اديكم قصص يعني جميله جدا حصلت. محمد يونس بتاع اللي خد جائزه نوبل للسلام، انا عمل جنب بنك جرامين، بنك الفقراء ده، بدا ايه؟ استاذ في الجامعه، باع البيت بتاعه وبدا المشروع بتاعه، امن بالفكره بتاعته. الايدي اللي هو اسمه، او اسم الاول اسمه ايه الاولاني؟ لما تيدكس ده حاجه ثانيه. اي تي جو هوم، قول له ايه ده؟ كان فيلم برضك. انا كده اي تي جو هوم. لا، اسمه يا سيدي، بس ايدي ده اي دي اتش اي او ايدي ده كان غير متعلم. امه ماتت او حصل لها مرض كده فماتت، عشان ما كانش فيه عربيه تسعف تنقلها. لما حصل انفصال باكستان عن الهند، عبد الستار راح مطلع عليه، مش متعلم، فانتقل بعد 47 دخل باكستان، اصبح في جزء اللي هي باكستان له. بدا يحاول يعمل يساعد الناس، مش متعلم خالص. 51 بالك، وجاي يلاجئ من الهند الى باكستان. بدأ المشروع بتاعه يكبر إلى أن كون أكبر أسطول لعربيات الإسعاف في باكستان، ودرب يمكن 30-40 ألف ممرضة وطبيب وكذا وكذا. فأصبحت المؤسسة إيدي رحمة الله عليه
يعني بتتكلم في مئات المليارات من الروبيات الباكستانية أو 100 مليون دولار أو حاجة زي كده، يعني أكبر المؤسسات الخليجية. هتتم بالكو؟ لكن هو بدأ إزاي؟ بدأ بفكرة بسيطة جدا، التطوع فكرة، الحضارة فكرة، التغيير فكرة. هتتم بالكو؟ يبقى احنا بنتكلم عن ايدي، اتكلمنا عن محمد اسمه كده محمد يونس، بنتكلم عن انتوا عندكم هنا الشيخ الدباغ، بدأ جمعية قطر لكفالة اليتيم دي ايه تحت السلم، مخزن بسيط جدا وكبرت. بعد 35 سنة دلوقتي عندك قطر الخيرية، قطر الخيرية اصبحت مؤسسة دولية عالمية. كنا زمان بنجمع الملايين، دلوقتي بنجمع الملايين. بس دي خلت المسيرة قد ايه؟ خلت 35 سنة او اكتر. اللي هي الحكومة دلوقتي بتعتبر جمعية قطر الخيرية هي المؤسسة الايه الرائدة الوحيدة اللي عندنا حاليا، هي والهلال الاحمر القطر. في واحد تاني اسمه في مصر اسمه المهندس اسمه لا مش شريف عبد العظيم لا 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 دول 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 بيزنس ما حب ما حبش اخش عليه. النت بتاعت القريه اللي القرية اللي هو تفاهنا الاشراف صلاح عطيه. صلاح عطيه ده كان راجل فقير، عيله فقيره جدا، حتى ان ابوه رحمه الله عليه كان بيشتري له جزمه اكبر من سنه عشان السنه اللي بعدها يلبسها. يعني مثلا انا دلوقتي عندي 12 سنه فبلبس 41، فابويا كان يشتري لي 42 عشان عندي 13 سنه، يبقى الجزمه تقضي 11 و12 و13 سنه. واخد بالك؟ كان بيشتري اللي هو الملابس القديمه يلبسها. ها؟ خرجوا من الجيش 10 شباب حبوا يعملوا مشروع الفراخ كتاكيت يعني يشتروا كتاكيت، فكل واحد فيهم دفع 200 جنيه، كان عايزين 2000 جنيه. فهم كانوا تسعه، كانوا 1800 جنيه. قعدوا يدوروا على ايه المستثمر اللي عاش ما لقوهوش. جه بعد كام يوم اسمه المهندس صلاح عطيه ده قال لهم لقيته. مين هو؟ قال لهم ربنا. هنحط السهم ب 200 جنيه ده يبقى ده نصيب ربنا. مشاريع الفراخ والكتاكيت بتبقى فاشله في اول سنه او 50% فشل، او لو كادت ناد ايه تكفي مصاريفها، نجح وجاب ربح 40 او 50% في اول سنه لانه دخل ربنا شريك. بعد كده الشراكه وصلت ل 50% من راس المال، واصبح عمل معاهد للازهر في المنطقه بتاعتهم وملاجئ وكذا. من ايه؟ من 200 جنيه. التطوع زي البذره يا اولاد يا شباب، مش يا اولاد انتوا كبار. التطوع زي البذره، البذره اللي انت لو هتراعيها او انت هتراعيها هتبقى شجره، الشجره لو هتراعيها هتبقى غابه، الغابه يعني مثلا الامازون اللي اتحرقت قبل كده وبيحرقوها كل سنه عشان ايه يسرقوا الاراضي بتاعتها، دي بدات ربنا عملها مثلا من كام الف سنه بالشجيرات الصغيره دي، بتشارك في نمو هذه الغابات الحيوانات اللي بياكلوا الثمار ويرموا البذور هنا وهنا 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 لغايه بعد مثلا 50,000 سنة او 100,000 سنة من نفسنا تجي لكم الامازون اللي انتوا بتتكلم عنها، او البي اوف بنجال اللي هو في بنجلاديش، او اللي في الهند او الى اخره. فاوعى تفتكر ان البذره دي اللي هي اللي بتتكلم عنها دي ان هي مش هتعمل لك الموئل الكبير ده في الاخر. انا بس لما انتوا شباب، انا كان عندي محاضره قلتها، انا عايز بس اقول لكم انتوا وانا بتكلم كل واحد فيك يقول لي ايه المشروع اللي عايز يعمله. انا بس هقول لكم المحاضره دي مش محاضره، هي رسمه هعملها بسرعه عشان ايه الحضاره فكره. فكرها دي يا اخ، يعني الواحد ما يستصغر اللي عنده ابدا على الاطلاق، ابدا على الاطلاق. هات السلك بتاع الحبل الغسيل ده، خد بالك معايا انت. طيب هات بتاع ده. يعني ايه الحضاره فكره؟ سامعين يا شباب؟ شايفين يا بنات؟ انا قاعد بفكر، اي واحد فيكم ممكن يعمل حضاره. اسمك ايه؟ انت ربع. ادي فكره يا فنان، خد بالك، ادي فكره. ربع وسميه ورزان وهاني واحمد ومحمود، ربع ما نمتش طول الليل، الفكره مؤرقاها خلاص. رزان ما نامتش طول الليل، صعبت الفكره، صحيت تاني يوم الصبحيه كلمت الشباب بس اصحابها علشان تقول لهم الفكره بتاعتهم. فهي مدى ايمانها بفكرتها
جعلتها تقنع أصدقائها أنهم يؤمنوا بالفكرة. فكرة بسيطة زي البذرة بالضبط، فكرة بسيطة زي البذرة. فربا ورزان وسمية حولوا الفكرة دي لإيه؟ لمشروع. أوعوا المشروع بتاعكو يكون كبير وطموح قوي في أول سنة، ممكن يفشل بمنتهى الصراحة لأن انتوا لسه ما اتعلمتوش. حاجة بسيطة ملموسة سريعة علشان المجتمع اللي حواليكوا لما يشوفها نبتت يساعدكوا. فدايما نشتغل على مستوى الحارة، على مستوى الشارع في الأول قبل ما نشتغل على مستوى الحي أو المدينة. ومشروع واحد احنا قلنا والله احنا ممكن نعمل ايه، نجمع 100 شجرة، ممكن نجمع 1,000,000 شجرة صح؟ لأن الشيخة موزة عايزة 1,000,000 شجرة، لا أنا أعمل 100، نجحت أعملهم 1,000، نجحت أعملهم 2,000 عشان الشباب اللي موجودين كده. طب احنا دلوقتي 20 واحد في الغرفة دي، 100 يعني كل واحد فيكم 5 شجرات سهلة. طب ده سهل قوي، طب ايه رأيك ما نزودها شوية؟ 500 يعني كل واحد فينا 25 شجرة. مشيت العملية، خدتوا بالكم؟ فلذلك لما نيجي نعمل مشروع صغير في أول سنة حذاري إنك تعمله كبير أو على مستوى دولة أو على مستوى محافظة، على مستوى حي صغير. وتنبت تنبت البذرة، ها يبتدي المجتمع اللي حواليك في الحارة أو في الشارع أو في الحي يؤمن بالفكرة بتاعتك. تعالي يا بنتي، أبوك يبقى فرحان، أمك فرحانة، خلانك فرحانين، جيرانك فرحانين، وكل إيه يجي يشاركوك في الموضوع ده. حقيقة حقيقة الحلم كبير لكن البداية بسيطة. خدتوا بالكم؟ الحلم كبير لكن البداية بسيطة. لا إله إلا الله بسيطة، وحلم كبير لكن بداية بسيطة. مين اللي قابل؟ تعالوا يا قرايبي اللي هو أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان نعشيهم كل مرة، حيقول لنا ربنا واحد ربنا واحد على العشاء، ما خرجش بره كده وجاب الناس كلها. وبعدين بعد كده هو واحد 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 لغاية ما كرة الحلم دي كبرت وخدهم من مكة للمدينة. وبعدين ما كده انتشر بعد كده 13 سنة أو 20 سنة أو الآخر الإسلام في العالم. يبقى المشروع يكون صغير وسهل وسريع التحقيق عشان يجذب. يعني مثلا أنا هروح في الصحراء عايز أجذب اللي هم المستثمرين، وعارف إن الصحراء دي خصبة، هروح مثلا أخذ مشروع من أول يوم. يعني أعمل، أنت بتحسب الأرض هنا بالهكتار ولا بالإكتار ولا بالفدان ولا بإيه هنا؟ الأراضي بتحسبوها إزاي؟ لا الفدان ده في مصر، لا الأراضي بتبيعوها زي الزراعية بالمتر. طب خلاص هكتار لو 10,000 متر، واخد بالك؟ والارض كلها خصبه، مش هخش في 100 هكتار او في 1,000 هكتار، لا انا هاخد لي هكتار ولا 2 و3 اخضرهم، ممكن ازرع ملوخيه حقيقه او برسيم. يعني اغلب المشاريع اللي عملوها في مصر في السادات، عشان ايه ايام فتره السادات للانفتاح دي، كانوا بيخضروا الصحراوات باللي هو العلف بتاع البهايم برسيم. فيجي المستثمر يقول لك اه ده في هنا اجيب لها ميه واحول البرسيم بعد كده لزرع اخرى. فبالتالي يبقى المشروع بتاعك سهل وواضح. حولنا هنا بقى الفكره لمشروع، صح يا شباب؟ واضح المشروع ده كبر شويه، عايزين ننظمه، عملناه جمعيه. يبقى فريق العمل ده اللي هنا هو اللي هي رزان وسميه وفاطمه وعلي وهاني واحمد وحسنين وكذا، ها ماشيين. ده ممكن ياخد 6 أشهر لسنة، ممكن ده ياخد 1 لـ2 سنين عشان نجمع حصيله اللي احنا عملناه مع الناس ونكون هيكل. نكون هيكل يخدم ايه يا بنات يا شباب؟ يخدم الفكره. ما يخدمش رزان صاحبه الفكره، جزاك الله خير اركني على جنب بقى خلاص، هناخد الفكره نعملها. لكن احنا بنخدم ايه؟ بنخدم الفكرة مش رزان، بنخدم الفكرة مش هاني ولا علي ولا اي حد. احنا بنغلط في ايه بقى يا شباب؟ ان احنا بنبص لهاني مبدع وبعدين مش هنسيبه، خلاص خرف، خلاص اصبح اللي هو العمر الزمني المخه خلاص، يعني بنسموه انت ايه ضربت السلوك فوق، بنسموه انتوا اللي هي ايه فوت او الزهايمر. شفتوا انتوا عاد الامام لما دخل في الزهايمر هو وحسين حسين فهمي الى اخره، دخل بردك في الزهايمر في احد التمثيليات، انت اصلك مش بذاكر. المهم فايه ما ينفعش بقى نقعد محطه بقى عنده 80 سنة و90 سنة، طب خلاص ما هاتوا حد تاني.
صحيح هو يمكن عمل الفكره من 30-40 سنه، لكن جيل تاني ياخد الفكره بعد كده. الجمعيه دي بقى بتنظم الفكره وبتخدم ايه؟ الفكره. المشروع يخدم ايه؟ الفكره، مش المفكر. سامعين؟ الفكره وليس المفكر، والا هتموت هنا وهتموت هنا. الجمعيه دي بتكبر، يكون لها اداره ويكون لها مشاريع ويكون لها ميزانيه ويكون لها كذا، زي الجمعيات اللي انتم شايفينها هنا في البلد. الجمعيه دي في الفتره الاولانيه دي فيها مجلس اداره بيملكها. لو احنا عايزين نحول الجمعيه لمؤسسه، مؤسسه، المؤسسه يا شباب مش حته انا هعمل مؤسسه، مفيش حاجه اسمها انا هعمل مؤسسه. المؤسسه دي حيثيه متقدمه عن فكر الجمعيه بمراحل، هي حيثيه مهيكله من الجمعيه تملك الجمعيه الى المجتمع، ولا تجعل الملكيه مع اعضاء مجلس اداره. فبفتح باب الجمعيه على مصراعيه عشان كل حد في المجتمع يشارك فيها. اتفضل. اصل انا ما اعرفش عيد مرتين. هو انا ام كلثوم يا ابني؟ ما يقاسش. الله يلعن انت. اقول ايه يا انت رزان؟ ربا ما فين رزان؟ لا انا بكد رزان. رزان مش مرمين رزان. ما فيش حد اسمه رزان. مين حنفي؟ حد فيك اسمه حنفي؟ حد فيك اسمه عباس؟ ما فيش حد خالص اسمه عباس ولا حنفي؟ طيب خلاص. اقول ايه تاني؟ اقول ايه تاني؟ المؤسسه مين اللي بيمتلكها؟ الجمعيه اللي هي الاعضاء الجمعيه بيمتلكوها. لو احنا حبينا نحول الجمعيه الى مؤسسه، فنحول ملكيه الجمعيه من العضويه بتاعه الاعضاء الى المجتمع. المجلس الاداره اللي يختار. شوف خلاص، مجلس الاداره مش انا اللي اختاره، يختاره المجتمع. المدير التنفيذي مش انا اللي اختاره، يختاره المجتمع. اغلب الجمعيات العربيه دلوقتي بيختاروا بالتليفون، ما ينفعش. بيختاروا والله انت عندك حد تعرفيه تجيبه لنا؟ اه خلاص خديه بقى على اماره ايه؟ انت بتفتحها للمجتمع. يعني انا كل طريق اعلانات يا احمد ممكن تقول ان احنا عاوزين مجلس الاداره ده يوفر فيه كذا وكذا. اعلان اعلان بتنزل اللي بيعمل انترفيوهات للناس اللي هم الحاليين بيعملوا انترفيوهات للي جايين. تسلم وتستلم. يعني مثلا انا دلوقتي ايه، انا عندي مجلس اداره دلوقتي في الجمعيه عايز افتحها بقى. ما تبقاش فصيل معين، ما تبقاش فقهيه معينه، ما تبقاش حزبيه معينه، ما تبقاش حاجه زي كده، ما تبقاش رجاله ما فيش ستات، ما فيش شباب، الحاجات كل الحاجات دي ما تنفعش. انا اجيب قبيلتي، اجيب عشيرتي، اجيب ده كله ما ينفعش. اجيب من عيلتي ما ينفعش، ما ينفعش. انا عايز لو انا عايز اخش بحيثيه الجمعيه وهيكلتها حول المؤسسه، يبقى انا بقول للمجتمع يا مجتمع نعم انا عايز مدير للاعلام، انزل وصف وظيفي للمدير. عايز مدير للتسويق، انزل وصف وظيفي للمدير. عايز مش عارف كذا، انزل عايز رئيس مجلس اداره، انزل وصف وظيفي. وانا مش عايز حد يكون يخش مجلس اداره ما يكونش عنده قيمه في المجتمع. انا عايز في واحد في مجلس اداره يكون عنده اللي هو خبره في الماليه، خبره في الاعلام، خبره في السياسه، خبره في الاكاديميه. عايز دول يجوا عشان دول اللي هيديروا عقل الجمعيه. خدت بالك؟ احط في الجمعيه سياسات، اعمل لها معايير مهنيه، واخبرك اعمل لها اطروحات تتحدث مع حقوق الطفل، حقوق المراه، حقوق اللاجئ، كذا 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 الى اخره. فدي بتخرجها من ملكيه الجمعيه اللي هي عن طريق مجموعه صغيره، لان المجتمع بيشاركك باحسن ما عنده من ابنائهم، فتخرج لعالميه المؤسسيه. فلما يكون المؤسسه دي عامله لخبطه شويه مع الناس. المؤسسه دي مش فاونديشن. لا مش فاونديشن. المؤسسه اللي الدكتور يقصد بيها هنا انستتيوشن. الفاونديشن دي صندوق. انا مثلا من عيله البنا مثلا، واحنا عندنا قرشين هنعمل بيها هنعمل ايه؟ صندوق لعيله البنا بنسميه فاونديشن، انتوا بتسموه مؤسسه غلط. خلاص؟ انا مثلا من عيله، انت من عيله ايه؟ او عيلتك اسمها ايه؟ اي حد فيكم؟ ها؟ لوذين. عيلة لوذين عندها كم مش عارف ايه، هيعملوا صندوق بتاعهم. هم من حقهم انهم يدخلوا حد معاهم او ما يدخلوش، لان ده المال مالهم. معايا؟ وانت من عيلة ايه؟ يعني واحد اسمه هاني والتاني اسمه البنا. الله العظيم، انت قول لي جابكم هنا.
طيب لا مش هنتكلم على عائلة البنا مرتين. حد من عائلة تانية يا اخوان؟ ها رفاعية. انتوا بتوع التعابين انتوا ها؟ حد ضحك جبنا مجموعة تعابين معاه ونعمل منهم مؤسسة. المهم يعني دي اللي هي الفاونديشن دي بتاعتي انا وعيلتي. فانا من حقي ان انا اديرها. جمعية المجتمع مش من حق الواحد ان يديرها، المجتمع يديرها. وبعدين لو حالها مؤسسة هيبقى المجتمع تماما بيديرها. خدين مالكم؟ يبقى احنا هنا وصلنا لايه؟ للمؤسسة. ها؟ وكل ده بيخدم مين يا شباب؟ اوعوا اوعوا، احنا اسسنا المؤسسة عشان ايه؟ عشان اليتيم. اسسنا المؤسسة عشان المية. اسسنا المؤسسة عشان المناخ. اسسنا المؤسسة عشان حقوق المرأة. الى اخره الى اخره. الفكرة ما تموتش. لابد الهيكل اللي انا ببنيه يخدم الفكرة. المؤسسة بقى بتعمل ايه يا شباب؟ بتاخد الفكرة دي لانها اصبح عندها هياكل، عندها سياسات، عندها حيثيات، بتحول الفكرة لايه؟ لفكر. ها فكر الشيوعية، الرأسمالية، الاشتراكية الى اخره. لازم كلها مؤسسات تحميها. يعني شوف بدأت الفكرة مثلا عند لينين ولا ماركس ولا عند انجلز من 60-70 سنة الى ان تحولت لها الى فكر مجتمعي شيوعي، فكر مجتمعي اسلامي، فكر مجتمعي اشتراكي، فكر مجتمعي علماني، فكر مجتمعي ليبرالي الى اخره الى اخره. فهنا الهيكلية المؤسسة بتكون قادرة على اخذ الفكرة وعملها فكر مجتمعي من خلال المؤسسة. يعني مثلا اتكلم انا على هارفارد كجامعة من الجامعة، كلكم تتمنوا انتوا تتعلموا في جامعة هارفارد صح؟ او تاخدوا ماجستير او دكتوراه من جامعة هارفارد. ها؟ اوقاف جامعة هارفارد 40 او اكثر من 40 مليار دولار، اوقاف فقط. فلو هي حابه تعمل مشروع او فكرة او فيلم او تمثيلية او مسرحية او اغنية تغير ثقافة مجتمع، من 40 مليار هتطلع لها في السنة مثلا من الاوقاف مثلا 100 مليار 200 مليار، ب 50 مليار هتعمل فيلم. او 50 مليون هتعمل لها فيلم. الفيلم ده هينتشر هوليوود هتعمله، هيخش في 50 دولة ولا في 100 دولة. شفتوا انتوا مثلا فيلم الرسالة او فيلم عمر المختار قد ايه اثر على العالم الاسلامي وغير الاسلامي؟ ليه؟ لانه خدم في الانتاج وفي الاخراج وفي التصوير وفي التمثيل الى اخره، فاصبح الى الان هو حيثية. فانت بالتالي المؤسسة بتاعتك لانها عندها القدرة على الصرف وعلى التفكير وعلى التأطير وعلى البحث، هتحاول تاخد الفكرة بتاعتك دي وتحولها لفكر. خلاص واضح يا شباب؟ احنا ما وصلناش للحضارة. الفكر ده بقى هيبقى ايه؟ هتحول لثقافة. ثقافة في الاكل، ثقافة في اللبس، ثقافة في الادب، ثقافة في الشعر، ثقافة في كذا في كذا في كذا في كذا في كذا في كذا في كذا. شفتوا انتوا بعد كم يا رزانة ولا انا بطلق روزانا؟ روزانا شفت يا روزانا انت وربا بعد 70 سنة أو 60 سنة فكرتك اصبحت ثقافة. ليه يا شباب؟ لان انتوا عمركم ما هتحولوا البذرة لغابة في سنة. انا لما هتجوز ومراتي هتحمل وهتولد ابنها هيخش الجامعة بكرة؟ طب وهو عنده 4 سنين هيخش الجامعة؟ هياخد دكتوراه؟ طب وشمعنا؟ سمعنا؟ خدت بالكم؟ لما احط بذره البلح في الارض هتطلع تمر بكره؟ طب اشمعنا؟ ليه انا بتعجل ثمره المجتمع وانا عارف ان طبيعه المجتمع مش كده؟ عود الملوخيه بيطلع في اسبوع صح؟ لكن شجره الزن والبلوط بتقعد لها 20 سنه. ثبت الكاشيو اللي انت بتشتريه الغالي ده في شجر معمر 100 سنه و200 سنه. فين السودانيين؟ فين الاخ اللي اسمه مشي؟ في حاجة اسمها شجرة التبلدي وليها ثمرة جميلة جدا 300 سنة 400 سنة عمرها. ممكن تخش تعملها في أوضة نوم، يعملها في مكاتب، بيخزنوا فيها مية 300 سنة 400 سنة على خط الاستوائية حاجات. فمش انت مش هتقدري تزرعي الشجرة دي، الشجرة عمرها أكتر من عمري أنا. فانت بتزرعي الشجرة دي للأجيال. يبقى احنا هنا لما وصلنا هنا للثقافة خدت مننا يمكن 70-80 سنة صح؟ ممكن اكون مت، لكن انا اسست للفكره من يحميها، مش اسست لنفسي من يحميني. خدمك من عباده الشخص عندنا في العالم العربي خطيره جدا زي التاهليه. انا اسست للفكره من يحميها،
وتركتها لمجتمع يحميها ويتبناها. لو انا اسست الفكره لحمايتي انا هتموت الفكره تماما، هتموت الفكره. ودي العنق الزجاجه اللي عندنا، ان احنا مش قادرين نخرج من تبجيد وتبجيل صاحب الفكره او صاحبه الفكره. ودي عندنا ثقافه، الثقافه دي هتعمل لنا ايه؟ حضاره بقى. شفت قد ايه مشيت الفكره بتاعتك 100 سنه تقريبا؟ حضاره هتعمل تاريخ، والتاريخ هيلف مره ثانيه. يعني شفتوا يا شباب، انتوا قعدتوا من 100 سنه فكرتوا في فكره اصبحت حضاره بعد 100 سنه، بس كلنا ركزنا من خلال الاجيال وتعليم الاجيال ان الفكره مش رزانه، الفكره مش سميه، الفكره مش علي، الفكره للمجتمع. اهم حاجه في الفكره دي يا شباب انكم تملكوا الفكره للمجتمع وتمكنوا المجتمع من تنفيذ الفكره. يعني الاسلام انتشر في كل مكان في العالم بثقافات مختلفه، صح ولا غلط؟ في الصحابه راحوا في بعض الاماكن، في الصحابه راحوا في الاماكن دي. يعني اللمالين لما راحوا الاندلس والمنطقه بتاعت غرب او اندونيسيا ما كانوش صحابه، ما كانوش صحابه، لكن هم خدوا بذره الاسلام ونشروها في ايه؟ في اندونيسيا ونشروها في الاندلس. لما تهد سد مأرب في اليمن في القرن السادس، خرجوا اليمنيين وراحوا فين؟ راحوا في وسط افريقيا في تشاد، نشروا اللغه العربيه هناك. بعدين لما جه عقبه بن نافع في القرن السابع الهجري وفتح اللي هي تونس دلوقتي الى اخره، نزلوا المسلمين ونشروا الاسلام بفقه الناس المحليين، مش بفقهنا احنا القرشيين. خدت بالكم يعني ايه؟ فالانسان الاسلام انتشر واستقر في المجتمعات بثقافتها المحليه، اللي هي جعلت الاسلام، احتضنت الاسلام بلغات مختلفه بافكار مختلفه، وما زال الاسلام باللغات المختلفه عايش لغايه دلوقتي 1400 سنه، لان فكره الاسلام هي الفكره اللي فضلت باقيه للان، اللي هي فكره التوحيد. حافظوا هم كلهم على فكره التوحيد، واستمرت الفكره عايشه ل 1400 سنه الى الان، وتستمر ان شاء الله الى ابد الابدين، واخرجت حضارات في كل مكان راحت فيه. بل بالعكس يا شباب، كل مجتمع ساهم في بناء حضارة الإسلام في كل مكان وفي كل زمان. مفيش مكان في الأرض إلا لما أهل هذا المكان كان ليهم بصمة وليهم عطاء وليهم عطاء وتاني وليهم إبداع في ترسيخ فكر الإسلام الباني للمجتمعات. ذلك لقيتوا في علماء مش عرب في وسط آسيا، علماء عجم، علماء من الأندلس، علماء من الصين، جم منين وبيتكلموا عربي أحسن مننا. أصحاب الحديث كلهم بيتكلموا عربي أحسن مننا، وعلماء في الكيمياء وفي الطب وفي الهندسة وفي الزراعة وفي كذا وفي كذا وفي كذا، حبوا الدين وحبوا الفكرة بتاعتهم فغرسوا الإسلام من خلال إبداعهم. أنت بتحب الفن عايز تعمل موسيقى، أنت بتحب الفن عايز تعمل شعر، أنت بتحب الفن عايز تعمل دراما، أنت بتحب الثقافة عايز تكتب كتب، ها؟ عايز تكتب الحاجات دي كلها، أنت بتحب الزراعة، بتحب التجارة، الحاجات دي زي سيدنا اسمه كده عبد الرحمن بن عوف كان بيقول انا كل لما اشيل حجر، يعني واحد قال عليه كده، كل لما اشيل حجر الاقي تحت ذهب. خلاص، لانه كان بيقسم فلوسه ازاي؟ ادي جنيه لربنا، ربنا يديهولي 2 جنيه، 1000 يديني 2000. وكان هو اللي بيرعى امهات المسلمين المؤمنين بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو اللي تبرع بالقافله التي دخلت المدينه ب 700 جمل. الجمل هنا بتبيعوا بكام يا شباب؟ القطريين هنا يعرفوا ثمن الجمال، ها يلا ادونا سنة جمل بكام؟ 100,000. ها؟ 100,000 يعني 100,000 وفوق. 100,000 وفوق. حسب حجمه وجماله طبعا. لا جمل بتاع سيدنا عبد الرحمن بن عوف. لا كان اكثر من كده، وكان كمان محمل بالحاجات دي كلها 700. يلا في سبيل الله. ليه؟ لان الفكره بتاعته ان هو عايز يخش الجنه بقى خلاص. لأن سمع السيدة عائشة بتقول إيه؟ سيدخل، أنا سمعت القدر، بس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة يحبو. ففرح. فرح لأنه عايز يحقق الفكرة بتاعت الإسلام من خلال التجارة بتاعته. فطلع يجري. يا أم المؤمنين، الرسول قال عليه، قالت له كذا كذا كذا، قال له أشهد الله أن هذه القافلة كلها لله. لو أنت حسبتها بالتكلفة اليومية دلوقتي بالمليار بتاعك ولا ال 100,000 دول، اذا ب 100,000 700 شوف يطلعوا لك كام. حد قد
في 4 ملايين. خلاص بقى ما احنا عايزين نوسعها. خدت بالك؟ شفتي شفتي؟ فليه؟ لانه كان عنده فكره عايز يحافظ عليها. بيبني مجتمع. سيدنا عثمان لما تبرع بكذا بيبني مجتمع بالبئر بتاع معونه مش كده؟ وتجهيز جيش العسره الى اخره الى اخره. فالناس دول كان عندهم فكره عايشه في قلبهم. والفكره دي عايزين يعملوها للمجتمع مش لمجدهم الشخصي. ما فيش حد فيهم عاش عشان مجده الشخصي. فلذلك لو احنا خرجنا من ان الفكره دي هي تملك المجتمع. شوفوا يا شباب الجمعيه بتاعتكم ملك مين؟ ملك المجتمع. مال الجمعيه ملك المجتمع. فكره الجمعيه ملك المجتمع. مشاريع الجمعيه ملك المجتمع. مش ملكك ولا ملك الجمعيه. الجمعيه انما انشئت لخدمه المجتمع. ما تجيش في يوم من الايام تقول لا ده الجمعيه مش لا. الجمعيه دي وفكرك انت اللي انت بتفكر فيه ده ملك المجتمع نفسه. فلو احنا ظبطنا البوصله من الاول يا شباب هنحس ان ممكن نغير فكر العمل الانساني في العالم. وده دوركم. احنا بنسلم النمر دلوقتي، انتوا تفتكروا النمر وتبدعوا احسن مننا في كل مكان وفي كل زمان. واضح؟ طيب ايه المشروع اللي انتوا عايزين تبداوا بيه بقى بسرعه كده عشان واحد يكتب اسماء المشاريع؟ يلا. انت بنا؟ انت يمنيه ولا مصريه؟ منين في مصر؟ منين في القاهره؟ انت مش بنا؟ جدك منين؟ من المنصوره؟ من اسكندريه؟ لا جده تقريبا من سوهاج. سوهاج في بنا؟ خلاص طيب مش مشكله خلاص نخليها يلا توكل على الله. يلا. طيب انا عندي سؤال مثلا هنا حضرتك قلت ان الفكره هي بتبدا كفكره بعد كده يعني بتمشي خطوات كتير قوي. انا كشخص هيعاصر تقريبا الفكره بس هعرف ازاي هي نجحت او لا او ان انا مثلا ماشي صح او ماشيه صح ولا او ان انا يعني فشلت او نجحت او كده انا مش هلاقي الـ يعني الثمرات. انا بس هحط البذره مثلا وهراعيها بعد من الوقت. تمام. انت جبتي الفكره بتاعتك انت والشباب والشابات اللي حواليك اللي بسم الله ما شاء الله دول نفذتوها على الارض. خدتي اول خطوه صعبه انك حولتي الفكره الى بذره مجتمعيه وعملتي منها مشروع صغير. اهم حاجه فيها ان انت تحس ان المجتمع تقبل فكرتك. ان شاء الله يكون على مستوى الشارع والحاره. ده النجاح. حسيت ان فكرتك اللي اثر في المجتمع ايجابي وان شاء الله يكون بسيط. ده نجاح. ممكن انت في بعض الافكار في بعض الشباب ما يقدرش يكملوا. ممكن تشوف حد تاني يساعدك يكمل. في بعض الاخوات بعد ما يتجوزوا بيسيبوا الحاجات دي كلها صح؟ الاطفال والحاجات دي كلها الى اخره. يجيبوا فانت دورك في الفكره دي انك تكوني المجموعه اللي حواليك يكملوا بعديك عشان تستمر. لان الواحد لو جه صلح ارض زراعيه وزرعها في اول سنه وست اشهر وبعدين بعد كده سابها وما زرعهاش تاني هتحول لارض بور. فوانت بتصلحيها بتجيب المجموعه اللي حواليك يكملوا معاك. فلذلك اهم شيء في الفكره انك تجيب المجموعه اللي هي اللي حواليك دول وهم كل شويه يجيبوا مجموعه حواليهم. كل شويه يجيب مجموعه حواليهم عشان تكبر اللي زي ما نسميها ايه كره التلج. كره التلج اللي بتنزل من فوق الجبل دي قبل ما توصل الارض بتهد القريه كلها. لانها بتتجمع. فانت وظيفتك المهمه جدا ان انت تسلمي الفكره من خلال الفريق العمل بتاعك الى فريق عمل بعد كده. عشان ما تموتش الفكره. والمجتمع بعد كده هو تحطي بس حاجه مهمه، كيف يتبنى مجتمعنا الفكره دي؟ هذا احنا نحاول نسويه. ايوه. هذا احنا قاعدين نحاول نطبقه في الفريق بحيث ان لو كان يعني لو كنت انا رئيسة لجنة يكون تحتي كوادر ادخلهم في المواضيع اساس بعدين هم اللي يمسكون الرئاسة. كويس. ذاك الله خير اقصد معي. ده احنا نتكلم عليه. وخلي بالكم العمل في المجتمع يا شباب مش ضربة حظ ابدا. مش نجاح على طول ابدا. مش بس يعني كده جزاكم الله خير ابدا. انا احنا كانوا بيشككوا فينا وكانوا بيطردونا قدام المساجد. يعني كنت مثلا واقف قدام المسجد يوم صاحب المسجد جه يطردنا بره انت واخدوا فينا فلوس لانه حسسنا احنا شحاتين زي بتوع شحاتين السيده زينب. فلا امشي وياخدوا الفلوس مننا والحاجات دي كلنا حقيقه والله حقيقه. 86 كنت انا وكان زوجتي عقبال عندكم يعني كانت لسه مخلفه امبارح ولا زوجتي ولا مين؟ هذا زوجتي اللي كانت مخلفه كده برضك 86
وما انت مالك بقى، انت مالك بقولك زوجتي انا مش زوجتك انت. المهم يعني مش انت يعني زوجتك اتولد سنة 86 وبالك. فسبناها ليله الوقفه بتاعت العيد الكبير عشان ننزل انا ودكتور احسان ربنا يديله الصحه يعني نوزع اوراق قدام المسجد الكبير في لندن، اوراق لجنه كفاله اليتيم في افغانستان، واحنا واقفين كده في الشارع وبنوزع قدام المسجد. فواحد بعض الناس بدنا فلوس، فجبت الحارس على المسجد انت انت امشي انت، هو بيعمل دكتوراه في الكيمياء وانا دكتوراه ايه في الطب. هاي لا 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 يا ابني احنا مش قادرين نقول احنا دكاتره بقى واحنا كذا، مش مهم مش مصدق الشحات اللي واقف في الشارع ده يبقى صايع، فاحنا وردك صايعين يعني. المهم بعد ما خد كده ودخل ده الفلوس جوه، فدخلنا احنا قلنا احنا والله احنا كذا وكذا، فرجعنا الفلوس اللي خدناها مننا ورجعنا الصندوق. واخد بالك؟ فما نبص لحاجه زي كده، هو انت عشان فكرتك تنجح لازم زي ما الاخت سميه كانت بتتكلم يكون في تتابع، وفي يكون في توثيق يا سميه. يعني كل اجتماع نعمله نوثقه ونحطه في الارشيف، من غير ما نحطه في الارشيف والتوثيق هتضيع الفكره كلها وهتضيع الثقافه وهتضيع التاريخ. ايه المشروع اللي انت عايز تعمله؟ قول، ما انتش عايز تفكير، حلمك. من حد مين هيكتب؟ حد بيكتب؟ يلا الوقت. المشروع عايز تعمله انت، مالك انت 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 مشروعك انت، انت هتخش الجنه مش بكلامه، بكلامك انت. ايه مشروعك اللي انت عايز؟ بص لي انا بقول لك ايه يا عمر الشريف، انت انا كان زمان بيسموني عمر الشريف. ها معلش خلاص هخلص اهو، عدي هعديها. ها مشروعك ايه؟ ممكن اطلع لعيب كوره مفيش مشكله، اطلع محمد صلاح مفيش مشكله. بتتكلم محمد صلاح ازاي يا عم؟ انت مالك انت؟ انا بقولك اي حاجه. يعني كان عندي فكره وانا صغير اني ممكن اعمل مثلا مؤسسه او مشروع. تعمل ايه؟ اني اثبت وجود الكائنات الفضائيه. طب خلاص اكتب كائنات فضائيه اي تي جو. ممكن هيطير مننا دلوقتي ان شاء الله. ده ابعد ابعد خير من عندك شويه، ده احسن اخدك معاه جاي على عجله طايره. انت مشروعك ايه؟ ايه يعمل قريه في افريقيا؟ اتفضل. منصه عالميه. منصه عالميه. مين اللي بيكتب؟ اها شركه انتاج سينمائي. انت تطلع انت يعني مثلا مصطفى العقاد؟ لا لا مش انتاج سينمائي، يبقى مصطفى العقاد. ها شركه مقاولات. مقاولات، جزاكم الله خير. عمل خيري او مؤسسي طبي. عمل طبي مؤسسي يعني زي ميديسن فرونتير الى اخره. طب كويس، ها اتفضل. وانت حماده؟ انا مؤسسه عمل انساني. تعمل ايه؟ اشتغل عمل انساني. تعمل ايه؟ بالتحديد يعني؟ ما خلاص كلهم قالوا حددوا ده بيزنس وده سينما وده كذا وده كذا وده كذا. يعني انا بالنسبه لي عايز اتحول العمل في. طب عايز تكون انت عامل انساني خلاص. لا مثلا اكل ببلاش في المدارس. ايه؟ اكل ببلاش في المدارس. هتجيب الاكل ببلاش منين؟ لا يعني هتروح لسميه؟ سميه يديله سندوتشات. في المدارس اللي هو في البلاد يعني توفير المواد الغذائيه للفقراء والمساكين، يعني عمل خيري. طيب الاخت اسمك ايه؟ ها؟ فاطمة. فاطمة كانت قاعدة هنا، هو أنت؟ لا فاطمة. فاطمة 1 أنا فاطمة 2؟ طيب يلا يا فاطمة 1 مشروعك إيه؟ كان أي ملتقى ثقافي. ملتقى ثقافي مهم. يعني هي عايزة مشروعها يكون في الوعي الثقافي. إيه؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كاتبة. كاتبة إيه بقى؟ قصص، روايات، تاريخ، ادب. بسم الله احنا ما عندناش ادب، فانت ادبينا بقى. يلا يا سميه. اعاده تدوير ملابس، شركه اعاده تدوير ملابس. وديها برمنغهام كل يوم بنفس كل يوم بنفس 5 طن. خدها معاكم في الرحله اللي جايه دي يوم السبت بالليل الساعه 7. اقولها بس، بدانا تدوير الملابس ده في 1991. كنا بنجمع الملابس قديمه بنبعتها لافريقيا كلها، والاخر قلنا لان الملابس بسم الله ما شاء الله بتيجي بالاطنان، فسجلنا شركه تجاريه، جعلنا ريع الشركه التجاريه دي للعمل الخيري. فدلوقتي ها فدلوقتي اه فدلوقتي الشركه دي بتوظف 50 موظف لفرز الملابس، عندها 12 محل تجاري خيري، وعندها كذلك مخزن تحط فيه الملابس،
وعندها بنسميها البنك الكلوز بنك لبنوك الملابس القديمه في حوالي 200 300 بنك داخل بريطانيا. فانت تيجي نقول لك الشركه بتشتغل ازاي ان شاء الله. بتودي فلوس، بتودي ملابس للعراق، لافغانستان، لباكستان، لافريقيا، لاخره. يلا مؤسسه اعلاميه، بسم الله ما شاء الله. صيدليات زي بتاعت ايه اللي عندكم في مصر في العداوي في المعادي؟ بنك لا، في حاجه اسمها شفاء. الشفاء بنك الشفاء. بنك الشفاء، بنك الشفاء. دول هم البيزنس مان اللي انت بتتكلم عنهم، دول هم اللي كانوا عاملين بنك الشفاء في المعادي. لما عملوا بنك الطعام قبل كده. بنك الطعام وبنك الكساء وبنك الشفاء. فاطمه تو. التوعيه في الصحه النفسيه، بسم الله ما شاء الله ممتاز. روزانا ممكن مثلا صناعه مواد بناء بموارد بديله. الله، مصطفى فتحي. مصطفى فتحي ولا حسن فتحي؟ حسن فتحي. حسن فتحي يا اخت روزانا في الاربعينات او في الثلاثينات هو كان مهندس مصري، اللي هو البيوت البيئيه، البيوت اللي تصنع من البيئه. وكان تكلفه البيت ده في الوقت ده في مصر يساوي 2000 جنيه، لكن لما عرضوا على الحكومات اللي كان فيها فساد رفضوه، انهم كانوا بيعملوه ب 12000 13000 جنيه علشان ياخدوا الايه اللي هو الايه الكات بتاعهم. حسن فتحي اللي هو الرائد كان الله يرحمه قبل اي فكر في الامم المتحده ما يعمل البيوت البيئيه دي. جزاك الله خير، انت كده فرحتيني. يلا يا ربا. ربا جار البحث. ايه جار البحث؟ مش مشروع. مش فاهم يعني ايه؟ مفيش مشروع. ايه؟ جاري البحث. جاري البحث؟ اه، ما افتكرت رايح البحر يعني. مش مشكلة. يعني فاحنا اتكلمنا، شوف المشاريع اللي كتبتيها يا اختي، اسمك ايه؟ اسراء. كل الحاجات دي انت هتحاسب الناس دول عليها. لا انا مش بهزر. معايا اخ مين انت؟ مين مسؤول المجموعة؟ انت؟ قعديهم بقى ونقعد في كاف، نقعد نتكلم. طب انت هتحقق مشروعك ازاي؟ طب هل العشرين مشروع دول ممكن يبقوا مشروع واحد، يبقوا مشروعين، يبقوا ثلاثة، وهكذا؟ ولو كل واحد فينا عايز يحقق مشروع، ازاي نساعده عشان يحقق مشروع؟ ما ينفعش تغلط الاغلاط اللي انا غلطتها من 35 سنة. حرام. ما تنفعش ما تبدأش من الوقت اللي انا انتهيت فيه. حرام. ما تنفعش ان انا ما اتعلمش منك بقى انت تستفيد مني. حرام. شايفين يا شباب؟ انتوا كل مشاريعكم ما قبل التطبيق، بس لو بدأناها بطريقة نستطيع اننا تكون بطريقة واقعية من خلال القدرات اللي عندنا، من خلال الامكانيات اللي عندنا، هنحقق كلنا مشاريعنا. هو دكتور في مشاريع اتقالت يعني احنا كمؤسسات عجبتنا الصراحة. خلاص، انت الاخت اسراء هتكتب الاسماء دي كلها، اعمل لهم انت اجتماع مرة ثانية واقعد معاهم انت ورامي وكلكم مع بعض وناقشوا المجموعة من المشاريع دي كلها، عشان يتحول الجلسة دي إلى شيء عملي. نحن قوم عمليون. نحن قوم عمليون. معانا يا بنا. أنت إنجي. إنجي. إنجي دي كانت لا إنجي. إنجي دي اللي كانت في فيلم رد كلبي. إنجي علي. هو ده أخوكي؟ علي. لا مش علي، ده علي ده اللي هو اسمه ده لا التاني البرنس. لا البرنس ده علي اللي هو علي اويكا. علي اويكا اللي هو كان شكر سرحان. لا لا مش احمد مظهر، عم انا كان اقرع. يلا خلاص، اي حاجه ثانيه يا شباب؟ اي حاجه عايزين تقولوها في العشر دقائق دي عشان استفيد بيها؟ انا همشي اروح افرح بيكم. افرح بيك يا حبيبي انا اللي خليت يا ايه اللي خليت ايامي هنا. لا ده مين ده بقى؟ مش عالية ويكا. يلا يا شباب. ها فاطمة، حاجة جديدة؟ تعالي يا ويكا انت. ها ده اتجوز انجي وخدنا الفلوس بتاعته، أممناها، خدنا القصر. انت شكري، تعالي يا شكري، كلم الناس، كلم الجمهور. طيب احنا اتكلمنا طيب يعني طول المحاضرة عن فوائد عن فوائد التطوع صح؟ اكيد. طيب
هل التطوع ليه أضرار برضو؟ إيه رأيك؟ أنا هي ممكن هيك بسرعة كده تقول لنا إيه أضرار التطوع؟ برضك كان فيها أحمد مظهر فيها بالك. ما فيش عمل ملوش سلبيات. إذا إحنا ما عرفناش السلبيات بتاع التطوع هنقع فيها. أهم حاجة فيها إن التطوع بياخد منك وقت كبير جدا. لو أنت مش متجوز الإنسان اللي ممكن تستطيع إنها تشيلك، يعني دايما أقول الكلام ده عن زوجات الإخوة المتطوعين أو أزواج الأخوات المتطوعات. لو الأخت المتطوعة اللي عندها حساسية كبيرة جدا دي زوجها ما كانش فاهم هي بتعمل إيه، هيحصل اللي أنت بتتكلم عنه السلبيات ده، هيحصل انفصال. لو الأخ لو لا سواء كانت الأخت هي اللي ماسكة التطوع أو الأخ هو اللي ماسك التطوع، فلابد يكون في يعني تكامل ما بين الاثنين في الرؤية. لما تيجي تقول انا عايز اعمل مؤسسه وكذا 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 الى اخره، لازم تتجوز واحده تتحملك، لازم تتجوز واحد يتحملك، مش مثلا واحد كده كده يكون روش وبتاع ده وشكله عامل لي شعره. انت عامل شعرك ازاي انت؟ لا مش العمليه، مش شعر ولا لون ولا شكل، العمليه انا هشيل الشيله مع زوجتي ازاي او زوجتي هتشيل الشيله معايا ازاي. يعني مثلا انا دايما بضرب المثل بي، انا عندي زوجه بسم الله ما شاء الله بالك، وكتير جدا نجاح المتطوعين دول بيبقى بناء على البيت اللي بيساعدهم، سواء كانت المتطوع ده هو الرجل او المتطوع هو المرأة. في نساء بيستطيعوا، يعني مثلا ميسيس تاتشر اصبحت رئيس الوزراء، حد يعرف زوجها اسمه ايه؟ اسمه ميسيس تاتشر، بيزنس مان، لكن وقف وراها بامواله ووقف وراها بفكره علشان تبقى هي توصل لايه؟ رئيس الوزراء. ده في العمل المجتمعي وهكذا. ها انا بتكلم منتهى الصراحه، مستر تاتشر وقف وراها منتهى القوه عشان يخلي زوجته تبقى رئيس وزراء بريطانيا، اللي هي تعتبر اقوى رئيس وزراء بريطانيا في العصر الحديث بعد تشرشل، خدتوا بالكم؟ فبالتالي اهم شيء في محاربه السلبيات دي كلها ان يكون البيت بتاعك مستقر. لو انا قعدت اخرج كل يوم وعندي 5-6 اطفال وزوجتي مش قادره تشيلهم، البيت هيتكسر. يكون في تفاهم، ها يكون عندك تكامل الى اخره، ده اهم شيء في الموضوع. الامر الثاني ان انا لما بيدخل على التطوع ده ناس فسده، شباب بقى عايزين يخشوا عشان يعكسوا بنات، شباب عايزين يخشوا عشان ياخدوا صوره كده وبتاع ده، شباب عايزين يخشوا عشان ايه؟ يستفيدوا الى اخره. دول انتوا خلي بالكم منهم، لان العمل الانساني دلوقتي اخترق بمن بمجموعه من هؤلاء الناس بيتكلموا حلو قوي قوي قوي، ممكن يزحوك انت، انت راجل مخلص ومتفاني وده قاعد بقى، خلي بالكم من دول. ها ما سمعتش؟ استغلال السلطه، وهكذا. فلذلك عشان احنا نخلي العمل سلبيات التطوع ده ان احنا نكون كل عملنا شفاف، في شفافيه، في تواصل، في تكامل، مفيش حاجه تخبيها، مفيش حاجه نقول والله اصل هو ده الرئيس فهنسمع كلامه من غير ما نناقشه، لا مفيش حاجه اسمها اسمع كلامه من غير ما نناقشه. لو بدأنا نأله الرئيس بتاعنا ده اللي هو رئيس المؤسسة أو رئيس الفريق، خلاص هيبوظ العمل. أنت من حقك تتكلم وإحنا من حقنا نناقش معاك. أشيروا عليا أيها القوم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستشير الصحابة في كل شيء. لو كان هو وحي بيسكتوا، لو ما كانش وحي هم اللي بيمشوا بالاستشارة الشفافية المصداقية الإخلاص. كل الحاجات دي لما إيه؟ أنت مين اللي سألت سؤال مش كده؟ فكل الحاجات دي إحنا لازم نحطها في بناء الفريق. ويبقى الناس عندنا القدرة على اننا نعمل ننتقد الشخص اللي هو انا. اوعى تفتكروا ان انا يعني ملك من الجنة، زي ما اخت امبارح كلمتني وقالت لي انا مش مقتنعة باللي انت بتقوله، انا ضدك وخلاص. المشكلة فين؟ وانا اللي انا بقوله قرآن ولا حديث ولا انجيل ولا حاجة من دي، المشكلة كلها اجتهادات شخصية. جزاك الله خير، ممكن يكون رأيي هنا احسن 100 مرة صح ولا غلط. فالعملية ان احنا بنتكلم مثلا نشوف الحوار في القران، دي خطبه انا سمعتها من واحد وحاملها خطبه الجمعه بعد كده. ربنا حاول ابليس، ربنا سبحانه وتعالى حاول ابليس اللي قال له ها لا احتكنهم واتيناهم من بين ايديهم ومن خلفهم. فربنا بيحاول ابليس، انا مش قادر احاول اللي معايا، لا يا كده يا بلاش، ماي واي اور ذا هاي واي، تسمع الكلام ولا ما تسمعش، اضرب راسك في الحيط. ده كان ربنا عمل حوار مع الكفرة وعمل حوار مع الشيطان
وخلى الحوار ده موجود في القرآن إلى يوم الدين. في حوار كان مع المسلمين المؤمنين، في حوار كان مع الكفرة، وحوار بين الكفرة والكفرة بعضهم بعض، وحوار الكفرة والمسلمين، وحوار من ربنا وإبليس. تخيلوا بقى إن إبليس وقف قدام ربنا يقول له آدم ده هو ولاده، أنا هعمل فيهم كذا وكذا وكذا وكذا. شوف الحرية اللي كان بيتكلم بيها إبليس والجبر الجبروت بتاعه، وربنا صبر عليه. صح ولا غلط؟ إحنا بقى في جمعيتنا بنعمل حوار، إحنا في بيتنا بنعمل حوار ولا نضرب؟ أصل دي بنت مش عارف إيه وامسك لها العصاية وأضربها. طب ليه؟ لا ما ممكن البنت ما تكونش عصت، بس الاتيتيود عشان مع البنات تخ. ليه؟ اخرج يلا العب انت بره، لكن اختك ما تخرجش. عقليه منكفئه غلط. الخطيئه رجل وامراه، والاحسان رجل وامراه. صح ولا غلط؟ فلذلك لما نيجي نحن نعمل في جمعيتنا بالشفافيه والمصداقيه والمعياريه، واننا نحاور مع بعض ونسمع لاراء بعض، وكل ما نتكلم مع بعض يقول خلي بالك احنا هنا عشان الفقير، احنا عشان اليتيم، احنا عشان الأرملة، احنا عشان المسكين، مش عشان نقعد نتخانق مع بعض. كل شويه نرجع لايه؟ الاصل. يبقى كده واحد فينا قاعد في الجلسه يا اخ علي، علي اويكا والله انت شكلك سرحان فعلا، شكله هو مش كده؟ الله يرحمه شكله سرحان بقى، عارفه انت ولا انا؟ المهم يعني في الاخر الفكره، اوعى تنسوا الفكره، لان انتوا شوفوا اختم بقول انتم صناع حضاره، لا تتنازلوا ابدا يا اخت فاطمه وان وفاطمه تو عن صناعه الحضاره على الاطلاق. الحضاره هي جزء من بناء شخصيتك انت. انت ما بقتش مسلم وما بقتش مبدع الا عشان ابداعك ده يفرز حضاره. فاهم؟ فاهم يا منز؟ فاهم ان شاء الله؟ ها يلا جزاكم الله خير. انا اذكر لان ايه طلعوني الكارت الاحمر. تعالي هنا في جنبي بقى، دي اسراء. فباي اسراء دي سوره في القران مش كده؟ سوره الاسراء. سبحان الذي ايه اسرى بعبده ليلا. والله طب اتفضلي سمعي السوره بقى. حضرتك ذكرت مثال زرع الاشجار عشان الحكومه، احد مشاريع. ايوه احد مشاريع. ازاي نقدر احنا في فريق من احياها نطبق نفس الفكره ديت، يعني بحاجه تخدم هدف فريق، هدف وفكره فريقنا احنا كمان احياها. طيب احنا الاخت سميه قالت الشجره بتتكلف من كام لكام تقريبا؟ 8 ل 10 ل 20 ريال كل شجره. فبنقعد بنشوف هل في مشروع عند البلديه وعند الحكومه. انت قلت الشيخه موزه عندها مشروع زرع كام مليون شجره؟ انا اقعد كده، ده مشروع كبير، مشروع طموح، مشروع سيده البلد اللي سيده الوطن يعني، عندها الميزانيه. لما هي هتلاقي شباب الجامعه عايزين يعملوا 1000 ولا 2000 ممكن تديكوا الايه الموضوع، بس انتوا تتواصلوا مع البلديه. مين اللي هيجيب لكم الاشجار؟ هتشتروها منين؟ اعملوا البحث بتاعكم. البحث ده معناه ايه؟ في بعض التجار اللي موجودين هو بيشتغلوا في الامور الزراعيه، منتجات الزراعيه، روح عند حد منهم قول والله احنا عايزين نعمل كذا كذا كذا، ايه رايك؟ ممكن هو يديكي 1000 شجره ببلاش. خدت بالك؟ هو مش ده قصدي. امال الشجر قصدي ان احنا ازاي نعمل مثال زي الشجر دوت، بس حاجه تخدم فكره فريقنا احنا اللي هو احياء قضايا الامه الاسلاميه. احياء قضايا الامه ما عندناش مشكله فيها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انتوا قلتوا في اول كلمه ان مش كلنا نقدر نسافر بره. في جزء مننا هيسافر بره اللي هم الوطنيين، خلاص المواطنين. انتوا مش هتقدروا تسافروا بره، هتعملوا ايه؟ فعشان كده بحط لك بديل، بديل على ارض الواقع ان هو، وبديل على الارض اللي هو الايه الدوليه دي. فعلى الارض الدوليه دي احنا زي ما اخونا قال، لما عايزين تسافروا بره خدوا قيمه تذكره السفر والاقامه من المشروع قبل ما تبعتوا الفلوس للجمعيه الخيريه. فلما تروح تقول للجمعيه انا عايز اسافر فلان وفلانه او فلانه وفلانه او فلان وفلان، يبقى انتوا عندكم المصاريف دي، وتقول لهم والله دي ال 100000 هم مدينها لكم، هم هيسافروا معاكم. يبقى دول سفراء المجموعه على المستوى الدولي، سواء كان ده في غزه او في بنجلاديش او الى اخره، خلاص؟ على المستوى المحلي انت برضك عايز تحسي بتشعري بانك بتعملي حاجه. فلذلك انا عملت مشروع الاشجار ده عشان يكون على المستوى الوطني كلكم تشاركوا فيه. او اي مشروع احنا كلنا نشارك فيه، اللي ما يقدرش يسافر بره على الاقل بيعمل حاجه هنا على مستوى المجتمع. واضح؟ او انتوا برضك انا مش حاجه ما عنديش الحل السحر، انتوا لو قعدتوا هتعرفوا ايه المشاريع اللي محتاجينها هنا ومحتاجينها بره. وفي اي وقت عندكم رامي وعندكم عمر وعندكم انا
كذلك اديهم الايميل باسماء ايه الواتساب بتاعي اللي هم عايزين يتصلوا بيا في حكاية المشاريع. ها بس هذا مش تشتيت، يعني عندنا هدف معين او نقطه معينه احنا بنوصل لها. اه لو سوينا مثلا اشتغلنا على مثلا ناس من شغل محلي ومثلا ودينا ناس برا يعني يتطوعون، هالشيء بيسبب تشتيت وبعدين بعد نقطه ما تخدمه. على حسب امكانياتكم وعلى حسب قدرتكم. لو عندك انت الامكانيه انك تعملي مشروعين في نفس الوقت او تعملي مشروع واحد في نفس الوقت، انا لذلك انا بقول لك انا ما بحطلكيش الحل السحري. الحل عندك انت تقولي والله احنا هنشتغل بس على المستوى المحلي او احنا هنشتغل فقط على المستوى الدولي. انا بس بحطها عشان ايه، في ناس هيقدروا يسافروا وناس مش هيقدروا يسافروا، بس انت اللي هتحددي في النهايه انت هتقدري تعملي ايه، مش انا اللي هقول. اتفضل. مش عارف حد سأل ولا لا، بس ايه الوردة اللي انت لابسها دي؟ يا وردة الحب الصافي. انا بس افتكرت حاجة، لان الفريق بتاع عمان احياها قوي جدا في احياء قضايا الامة. طيب كويس. عملنا السنة اللي فاتت عن الايجور سماعه جامد الحمد لله ببرامج وحاجات زي كده، فضروري الوردة اللي انا لابسها دي. طب نسألهم، كانوا لازم هم يسألوا بس مش اشكال. معلش هم يسألوا انا لابس ورده. انا ايه قصه الورده دي؟ طيب انا خلاص انت مش عارف. ها لا انا عارف. انت خلاص اسكت. دول بس سؤال حاجتين، ايه الورده دي وايه الالوان مدلولاتها وما هو واجبنا اتجاه الورده؟ الورده ورده الجزائريه مات الله يرحمها. طيب يا شباب، ايه الورده دي يا فاطمه؟ يا لا لا ايه الورده هي بتاعت لا هوب 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 هوب. ها يا شباب هقول واحد يا عم اسكت بقى، ما انت كنت بص اخيره بص اخيره وحرك المخيطه بنفسك ولا كان بص الدكتور هو عايز يطلع بره خلاص هو اخوك يا هو ما انا اعرفه. يلا دكتور 5 دقايق بس. يلا الورده دي شعار مذبحه سربرنيتسا اللي حصلت في البوسنه سنه 1995، اللي هم ممكن تعملوا رحله في الصيف الجاي. ها تعملوا رحله على مش هقول لكم ما حدش هيقول لكم ما تزوروش اسم كده البوسنه، واخد بالك؟ اللي هم القوات الامم المتحده الهولنديه سلمت المدينه للصرب، دخلوا قتلوا ما لا يقل عن 11,000. الجثث اللي لقوها الى الان 9,000 الى حتى الشهر ده اللي احنا كنا فيه شهر يناير شهر يوليا 11 يوليا كان في 37 رفات من 37 جثه، احد الجثث لقوها في 7 اماكن مختلفه. رفات هنا الف وب وجيم نفس الجثه، يعني بعد ما كانوا بيقتلوا الناس كانوا بيوزعوهم في كل حته في ايه في المنطقه كلها. واخد بالك؟ فالنساء عمل الورده دي، اللون الابيض هو السلام واللون الاخضر اللي هو الامل. لان يعني في نساء الى الان منتظره رجوع اولادها وازواجها واخواتها. فانا انصحكم ان شاء الله السنه الجايه هيكون 25 اللي هو اللي هو العيد الفضي للمذبحه دي كلها، اعملوا رحله ذكرى 25 اعملوا رحله. انا كنت هناك 3 سنين ورا بعض، السنه دي والسنه اللي فاتت والسنه اللي قبل اللي قبلها. السنه دي كان في حوالي معانا 19 متطوع من كندا، منهم بنات كان عندهم 11 سنه. بسم الله ما شاء الله 3 بنات زي الورد، وبنت واد 15 سنة زي الورد، والباقيين بقى الأعمار العادية جدا. فأنتوا بالتالي لو أنتوا عايزين حاجة زي كده، هو البوسنة جميلة ومش غالية. الواحد لو بدأ يفكر في رحلة هناك علشان يتعرف على قضية المسلمين هناك إلى آخره ممكن يفكر لها من دلوقتي. دكتور إن هو التوعية بحاجة زي كده تمنع مذابح أخرى؟ ما هم برضك هيقولوا توعية، ولما هيروحوا هناك هيكونوا سفراء. خلاص ال5 دقايق بتاع خلص. طيب جزاكم الله خير وربنا يكرمكم ويبارك فيكم، وان شاء الله اللقاء الجاي يا اسراء حطي المشاريع ومسكيهم كده. ها تجي بقى عمر الشريف وشكر سرحان ومحمد حمدي وعليا ويكا، مش عليا ويكا يا عليا وانجي. ها طيب يلا جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس ما فيش تسقيف. وهنسقف طبعا. لا مش هنسقف.
يا ابني قلنا مفيش تسقيف. شكرا جدا للدكتور وشكرا جدا للاداره الحاليه للفريق الاداره الحكيمه. الحمد لله احنا كل سنه في في الحمد لله في ديمقراطيه. ده بقول لك ايه بقى، في ديمقراطيه سيبها لهم هم بقى. اسراء حسني واحمد ناصف ومعاذ ورزانه وسميه والجميع بنشكرهم على الاستضافه دي. لا ما شاء الله سميه دي بنت اختي. ها انا عاوز اشهد بحاجه، يعني سنتين بنجيلهم يا دكتور كنا بنشحت منهم الميه. الإدارة الجديدة أنا حبيتها جدا. المرة الجاية في كباب بقى. يا ريت يمكن مية على الدنيا مية. يلا جزاكم الله خير، جزاكم الله خير.